كده احنا ممكن نبتدي. احنا المفروض الموضوع بتاع النهاردة هنتكلم عن الجزء بتاع الماركتينج بلان، بس في الجزء بتاع الامبلمنتيشن او الجزء بتاع التنفيذ. احنا لما نيجي ننفذ المفروض ننفذ ازاي، او الطرق اللي هننفذ بيها، والنقط اللي نخلي بالنا منها واحنا بننفذ، وازاي نظبط الجزء بتاع التنفيذ بتاع البلان. طبعا المراحل بتاعت البلان والاجزاء بتاعت البلان المفروض كانت معانا الشهر ده، النهارده 29، الحمد لله خلصناها على الجروب كل القواعد بتاعت البلان، وكمان القواعد بتاعت الـ او كل الحاجات اللي المفروض تكونوا عارفينها. الترجمة مع صح، مش فاهم يا فاطمة، يعني قصدك ايه؟ ترجمة ايه؟ مش فاهم، مش عارف. ماشي، يعني وحاولي وضحيها، لان انا فعلا مش فاهم قصدك. كنا بنتكلم عن على الجروب، نزل في يونت الجزء الخاص ب الماركتنج بلان كقواعد ماشية ازاي، ستيب باي ستيب، او قاعدة قاعدة كل حاجة ورا بعضها. ده المفروض كان التارجت بتاع شهر واحد، وممكن الناس اللي لما بنتكلم على الاكشن محتاجة تفهم اكتر عن القواعد بتاعت الماركتنج بلان، ممكن ترجع لها. وكمان اتكلمنا عن الكونتنت، المفروض كل البيزكس او كل الاساسيات بتاعت الكونتنت برضو موجودة عن عن الـ 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 على الجروب. وكمان فالمفروض بقى ان احنا النهارده هنتكلم عن الجزء بتاع الامبلمنتيشن او التنفيذ بتاع الماركتنج بلان، المفروض بيمشي ازاي، وانت بتنفذ هتشتغل ازاي. فاطمه بتتكلم في ان احنا نترجم المصطلحات. اوكي تمام، مفيش مشكله، بسيطه كده كده بنوضح اكتر واحنا شغالين. طيب المفروض قبل ما نتكلم عن الجزء ده، المفروض كنا هنتكلم في جزء محدد او جزء معين مهم جدا، وهو الفرق ما بين مصطلحات معينه كده واحنا بنشتغل في الماركتنج اصلا، او في الجزء بتاع البلاننج. زي ما كنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت الفرق ما بين البراند وما بين البراندنج، فبرضه المره دي ممكن هنتكلم عن الفرق ما بين انواع الماركتنج بلان اصلا كماركتنج بلان. فالمفروض الانواع بتختلف، يعني انت لما تيجي تشتغل على بلان كماركتنج بلان غير لما تيجي تشتغل على السوشيال ميديا بلان، دي حاجه ودي حاجه. طب لما تيجي تشتغل على كونتنت بلان، برضو الكونتنت بلان حاجه مختلفه. طيب المفروض اللي بيحصل ايه؟ المفروض كبلانج بقى او كترتيب البلان، المفروض الماركتنج بلان انت بتاخد بلان عن التسويق بشكل عام للشركه او المنتج اللي انت شغال عليه، وبناء على الجزء ده بتبتدي تشتغل على الامبلمنتيشن او التنفيذ. يعني انت دلوقتي عندك البلان شغال على جزء الاناليسز، خلاص عملت اناليسز وفهمت السوق ماشي ازاي والعملاء وما الى ذلك، بل كده حطيت استراتيجيه معينه عشان تشتغل بيها او تبتدي تسوق بيها. المفروض بقى المرحله الاخيره انت بتعمل اكشن بلان، اللي هو التصور بتاعك لما تيجي تنفذ هتنفذ ازاي. تمام، فالتنفيذ ده بقى هو اللي المفروض هنتكلم عليه النهارده. طيب بعد ما خلاص عملت الماركتنج بلان، بتحط في الجزء الاخير بتاع الماركتنج بلان الجزء بتاع الاكشن، اللي هو انت هتنفذ ازاي. يبقى الجزء الثالث في الماركتنج بلان، وانت هتنفذ ازاي الماركتنج بلان بتاعتك دي. وانت بتحط الاكشن بلان، بتحط جواها الطرق اللي هتنفذ بيها، الطرق اللي هتنفذ بيها كتسويق او كشانلز هتسوق عليها. يعني وانت بتسوق، يا اما هتشتغل على حاجتين، يا اما هتشتغل على تراديشنال كتنفيذ، اللي هو تراديشنال اللي هو هتنفذ على ارض الواقع، بتسويق تقليدي عادي جدا زي البانر، زي البانر بتاع الشارع، زي الجورنال، زي الراديو، الحاجات دي بنسميها تراديشنال، حاجات مش ديجيتال او حاجات مش سوشيال ميديا او اونلاين. الجزء الثاني بتاع الامبلمنتيشن بقى وانت بتنفذ بتاع الاونلاين ماركتنج او السوشيال ميديا لما تيجي تنفذ. طيب خلاص انت حاطط في الماركتنج بلان بتاعتك ان انت هتنفذ على الجزء بتاع الاونلاين، اللي هو انت هتنفذ اونلاين ازاي. فبتبتدي بتروح تعمل ماركتنج من الماركتنج بلان، بتعمل منها
سوشيال ميديا بلان، وبتطلع السوشيال ميديا بلان دي على اساس الماركتنج بلان اللي انت طلعتها. يعني احنا لما بنيجي نشتغل بنعمل ماركتنج بلان كامله. الماركتنج بلان دي بيكون جواها الاجزاء بتاعه الاناليسز اللي طلعتها، وبعد كده بتطلع منها الجزء بتاع الاستراتيجي اللي هتشتغل بيها. بعد كده بتبتدي تطلع منها الجزء بتاع الاكشن. في الاكشن ده بقى والله انا بقول المفروض ان انا انفذ بجزء تراديشنال، ان انا هنزل في التلفزيون واعمل اعلان في الجورنال وما الى ذلك، او في الراديو. وفي جزء تاني هعمله او هشتغل عليه هو السوشيال ميديا. فببتدي اعمل سوشيال ميديا بلان من الماركتنج بلان ايه اللي انا حطيتها. وانت بتعمل السوشيال ميديا بلان المفروض هتحط فيها كونتنت علشان تشتغل على الكونتنت. الكونتنت اللي بيتحط فيه البوستز او الارتكلز اللي بتشتغل عليها او ايا كان، اي حاجة انت هتحطها جوه الكونتنت المفروض ان انت بتعمل لها كونتنت كليندر او بتعمل لها كونتنت بلان. وانت شغال على الماركتنج بلان زي ما قلنا، هتشتغل ماركتنج بلان وتطلع منها الجزء بتاع الاناليسيز، وبعد كده تطلع الاستراتيجي، وبعد كده تطلع الاكشن بلان. وانت بتطلع الاكشن بلان هتحط فيها السوشيال ميديا، فهتطلع من السوشيال ميديا السوشيال ميديا بلان، ولما تيجي تعمل السوشيال ميديا بلان هتطلع منها الكونتنت، فتعمل كونتنت بلان. ده كده ترتيب البلاننج او الفروقات ما بين ان انت لما تيجي تقول لحد انا عايز كونتنت بلان، طب ماشي الكونتنت بلان، فين السوشيال ميديا بلان اللي هتمشي عليها او الاستراتيجي اللي هتمشي عليها في السوشيال ميديا عشان اعمل لك منها كونتنت. طب لما تيجي تعمل سوشيال ميديا بلان تبقى انت لازم تعرف البيزنس رايح فين، او الماركتنج بلان بتاعتك رايحه فين، فبتقول له الماركتنج بلان بتاعتك فين. تمام. ده كده لما انت هتيجي تشتغل على البلان يبقى ترتيبهم كالاتي: ماركتنج بلان بتحط جواه السوشيال ميديا بلان، ومن جواه بتحط الكونتنت بلان اللي انت هتشتغله. ده كده الفرق ما بين الماركتنج بلان بقى او ترتيب البلانز، عشان لما حد يجي يقول لك انا عايز ماركتنج بلان، او حد يقول لك عايز سوشيال ميديا بلان، وحد يجي يتكلم معاك في كونتنت بلان. هل الجزء ده كده تمام ولا حد منكم عنده فيه مشكلة؟ انا مش فاهم، بس الـ content plan الحتة الأخيرة دي انا مش فاهم. بص يا معز، انت دلوقتي عندك هتشتغل في التسويق، تمام؟ فالمفروض ان انت هتعمل بلان او هتعمل خطة تسويقية، تمام؟ فبتعمل خطة للتسويق. والله انا في الخطة التسويقية بتاعتي دي المفروض ان انا هنزل اعمل تسويق، وانا ببتبني الجزء بتاعك بقى هعمل تسويق كمثلا بنرات في الشارع او في التلف، او هعمل اعلان في التلفزيون. ده جزء. طيب الجزء التاني وانا شغال برضو في الماركتنج بلان او في البلان في الماركتنج بتاعي، المفروض ان انا هعمل اعلان على السوشيال ميديا، تمام؟ طيب فانت كده محتاج عشان تشتغل على السوشيال ميديا تعمل ايه؟ سوشيال ميديا بلان، تمام؟ فانت كده يبقى انت عملت ماركتنج بلان او سوشيال ميديا بلان، او الفرق ده ما بين ده وده. تمام. تمام، شكرا. تمام. الكونتنت بلان بقى انت دلوقتي هتشتغل على السوشيال ميديا، تمام؟ المفروض هتحط كونتنت، هتحط تكست او كلمات وعليها الصور، او هتحط فيديو، او هتحط على حسب الكونتنت اللي انت هتنزله، تمام؟ فانت بتعمل كونتنت بلان، تمام. 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 ده كده الترتيب بتاعه. طب البلان اصلا عشان برضو نبقى عارفين، البلان هي الخريطة او الوثيقة اللي انت بتشتغل عليها كورق مكتوب بخطوات معلومة بالنسبة لك المفروض هتعمل ايه في التسويق بتاعك، او حاجة ورقة محطوطة بالنسبة لك انت مكتوب فيها المفروض هعمل كذا وكذا وكذا، المفروض هصرف قد ايه، المفروض ان انا هشتغل عدد الناس اللي هتشتغل معايا قد ايه، المفروض الخطوات اللي همشيها قد ايه، وما الى ذلك. تمام. ده كده الجزء بتاع الماركتنج بلان، او ان انت المفروض هتشتغل على الماركتنج بلان او سوشيال ميديا بلان او كونتنت بلان زي ما احنا ايه بنقول يعني، او زي ما احنا ايه بنتكلم. هو أنا بس عندي سؤال. تمام. احنا عرفنا ال outlines بتاعة ال marketing plan. لو مثلا هي الشبكة قطعت عندي ولا عندها؟ لو حد سمعنا يرد. لا
بقول السوشيال ميديا بلان الاوتلاينز بتاعتها ممكن تبقى عاملة ازاي. تمام، السوشيال ميديا بلان المفروض الاوتلاينز بتاعتها بتشتغل على، بص اي بلان جوه الماركتنج بتشتغل على 3 اشياء اساسيين جدا، تمام؟ بس على اوكي حسب البلان دي رايحه فين او رايحه لايه بالظبط، هل على السوشيال ميديا ولا هل الماركتنج، تمام؟ طيب ايه ال3 عناوين الرئيسيين او ال3 محاور الرئيسيين؟ لازم الاول بعمل سيتويشن اناليسيس او تحليل للوضع اللي انا فيه حاليا، اللي هو ايه، تحليل للعملاء اللي المفروض ان هستهدفهم هم مين وما الى ذلك، وتحليل لي او اناليسيس للكومبتيتيف المنافسين بتوعي مين بالظبط بتفاصيلهم. طب بس ده طبعا على السوشيال ميديا، يعني مثلا لو انا في منافس ليا بس مش موجود على السوشيال ميديا، تمام؟ فانا لا، انا دلوقتي بتكلم على السوشيال ميديا، الناس المنافسين ليا على السوشيال ميديا، تمام؟ طيب بعد السوشيال ميديا المفروض ان انا بتعامل او بتكلم في الاناليسيس بتاعت قلنا المنافسين وقلنا العملاء، بنتكلم في الاناليسيس بتاعت السوق، السوق بتاعي المنافسة فيه ماشية ازاي، تمام؟ خلاص عملت الاناليسيس وفهمت الناس دي كلها، فهمت المنافسة وفهمت المنتجات وفهمت السوق وفهمت الدنيا دي كلها، ببني بقى على الارقام والاحصائيات اللي انا طلعتها دي الاستراتيجي، اللي هو الجزء التاني في المثلث اللي بنتكلم فيه، الاستراتيجي اللي انت هتبنيها عاملة ازاي او ماشية ازاي، الاستراتيجي بتاعتك دي هتعمل فيها ايه. والله المفروض المنافسين انا عرفت ان كلهم شغالين انستجرام، فانا الاستراتيجية بتاعتي ان انا هنزل على انستجرام وابتدي اشتغل عليها. والله انا عرفت ان الاودينس بتوعي كلهم موجودين، بس معظم الاودينس بتوعي بيحبوا ان هم يقروا فيديوز او يشوفوا فيديوز كتير جدا، فانا الاستراتيجية بتاعتي بتقول ان انا المفروض هنزل اعمل فيديوهات واعمل بيها اويرنس علشان اشتغل بيها او ان انا ابني عليها. طيب بعد كده المفروض انا عارف ان انا المفروض المنافسة عندي عالية، المفروض احط بادجت ماركتنج او بادجت اصرف على السوشيال ميديا مبلغ كذا، فابتدي احط المبلغ اللي انا هشتغله ده قد ايه. المفروض مثلا لو انا هصرف 10,000 جنيه، المفروض لو انا هصرف 10,000 جنيه، فال10,000 جنيه دول هصرفهم مثلا على توقيتات معينة، على تشانلز معينة وما الى ذلك. خلاص حطيت الاستراتيجية اللي هشتغل بيها. طب انا لما اجي اشتغل على السوشيال ميديا هستهدف ناس من سن كذا لسن كذا، اهتماماتهم كذا، بيشتغلوا في كذا، واللايف ستايل بتاعهم، وطبعا هفهم ايه البيرسونا بتاعتهم او طريقة الناس دي، وافهم المفروض هم الناس دي طبيعتهم ايه وما الى ذلك. خلاص انا كده فهمت وعملت اناليسز وبنيت عليها استراتيجية هنزل بيها السوق، ببتدي بعد كده حطيت البادجت بتاعتي، ابتدي احط بقى ايه طريقة التنفيذ، وهعمل كونتنت ازاي، وهنزل امتى لامتى، والطريقة بتاعتي، وابتدي اشتغل. ده كده اللي هو الاكشن بقى المفروض، وانا بنفذ هعمل 1 2 3 4 في توقيتات من يوم كذا ليوم كذا، وابتدي اشتغل في مواعيد كذا لمواعيد كذا، تمام؟ ده كده الواي بتاعت او الطريق بتاع اي بلان انت بتشتغل عليها. وصلت؟ وصلت تمام، شكرا. شكرا لله. طيب احنا كده كنا بنتكلم الفرق ما بين البلانات او البلانز، المفروض الفرق ما بينها ازاي، او الدنيا بتمشي في الفرق ما بين البلانز ازاي. طيب حد يعرف برضو على ذكر الجزء ده، الفرق ما بين الماركت استراتيجي، سوري، الماركت ريسيرش والماركتنج ريسيرش؟ الماركت ريسيرش والماركت ايه معلش؟ الماركت ريسيرش والماركتنج ريسيرش. لا مش عارف. متهيألي الماركت سيرش ان انا بعمل بحث بس للسوق كده عن المنتج نفسه، والريسيرش الماركتنج نفسه انا بعمل للمنافسين والسوق عامة يعني. الماركتنج ريسيرش الماركتنج ريسيرش اشي اوسع من الماركت سيرش. الايه؟ الماركتنج ريسيرش تمام، اوسع اشي، اوسع من الماركت ريسيرش بالظبط. بس ما مر علي الماركت ريسيرش يعني، ما حكيت هيك يعني. لا هو انت تقريبا خدتها من المصطلح. لا مش مصطلح، هو دايما يعني
إشي مصطلح ماركتينج، يعني أنا بدرس بطريقة أوسع. ممكن ماركت ريسيرش إني بدرس على منطقة معينة. طيب بص، انا هقول لكم الفرق ما ايه ما بين ده وما بين ده. لما انا بشتغل على الماركت ريسيرش اللي هو دراسة السوق، بدرس السوق ده، حجم السوق ازاي، كام حد في السوق ده مهتم بالملابس. لو انا بشتري مثلا ملابس، او انا سوري ببيع ملابس اطفال، فكم حد في السوق ده مهتم بيه. طيب لو انا مثلا المنافسين، المفروض كام حد في السوق ده بينافس وما الى ذلك، او كم حد شغال في السوق ده معايا. طيب وببتدي ادرس السيكولوجية او السايكل بتاعت السوق، الناس اللي شغالين فيه بيبيعوا ازاي. المفروض المصانع بتودي للموزعين، والموزعين بيودوا على المحلات، والمحلات بتبيع للعميل عادي، او الناس بتشتغل في السوق ده ان هم بيبيعوا اونلاين وعاملين اي كوميرس وبيبيعوا فيه، او ان هو مثلا لو انا اكسسوارز، لا فبنعمل بيجز على انستجرام وبتدي نشتغل على انستجرام وما الى ذلك. ده لو انا مفروض بشتغل على الماركت ريسيرش، بدرس السوق بالمنافسين، بحجم المنافسة، المفروض السوق ده هيستوعبني ولا لا. وطبعا قبل ما بشتغل على الماركت ريسيرش او ماركتنج ريسيرش، بحط اوبجكتيف معين اللي هو ايه. لو انا داخل بستكشف السوق ده، بشوف السوق ده جديد ولا هيستحملني ولا لا، هل السوق فيه شريحة مش اقدر اغطيها ولا لا، او انا هقدر ادخل في منافسة ولا لا، او ما الى ذلك، او ان انا في حاجة مثلا في هبوط مثلا في الشراء مثلا، فببتدي اشوف هل السوق فيه حاجة او في مشكلة، في بضاعة جديدة هي اللي نازلة السوق فمقللة الشراء او بتاع العملاء، او مقللة البيع من عندي ولا لا، وابتدي افهم الدنيا دي. طيب ده كده لو انا بشتغل على ماركت ريسيرش، ببتدي افهم السوق بالمنافسين، بالسوق نفسه اللي انا هشتغل فيه او المجال اللي انا شغال فيه ماشي ازاي. طيب لو انا هشتغل بقى ماركتنج ريسيرش او البحث التسويقي، كتسويق بقى مش كسوق، كتسويق، المفروض ان انا بشتغل على كل السايكل او كل حاجة خاصة بالماركت ريسيرش اللي هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، وبزيد عليه حاجات تانية اكتر بكتير، زي بالظبط الكاستمر ريسيرش، ان انا بعمل ببتدي اشوف العملاء وابتدي افهم العملاء بشكل كويس، بالكاستمر بيهيفير بتاعهم او التفاصيل بتاعت العملاء دي بكل ما فيها. العملاء دول المفروض من سن كام لسن كام، بيشتروا ايه، ما بيشتروش ايه، مهتمين بايه، والكلام ده كله. ببتدي اشتغل على الادفيرتايزنج ريسيرش، الجزء بتاع الاعلانات في المجال ده. لو انا في العقارات، فانا لازم افهم في الماركتنج ريسيرش ان كل اعلانات العقارات في بدايتها بتبتدي تعمل بانرز في كل الشوارع وما الى ذلك، او في الاحياء الراقيه في الشارع او ما الى ذلك. لو انا مثلا بشتغل على اكسسوارز، لا فالمفروض في الاكسسوارز المفروض ان هما بيشتغلوا على انستجرام، فانا اعمل اعلانات على انستجرام، بفهم، ببتدي افهم طريقه الادز جوه الاندستري، وببتدي اعمل برودكت ريسيرش. ببتدي في الماركتنج ريسيرش بعمل حاجه اسمها برودكت ريسيرش، بفهم المنتجات المنافسه والمنتجات المنافسه ليا بس بطريقه غير مباشره، وبشوفهم بينافسوا ازاي مع. ببتدي اشتغل على الجزء بتاع الموزعين في السوق بيوزعوا ازاي وما الى ذلك. ببتدي اشوف السيلز ريسيرش، طريقة البيع في المجال ده ماشية ازاي، هل انا بودي مندوبين وبيبتدوا يوزعوا، ولا انا ببتدي اشتغل على ناس بيبتدوا ان هم ياخدوا المنتج ويعرضوه كمثلا كبي ار، ويبتدوا ان هم يعملوا صفقات وديلز، ولا المفروض الدنيا في طريقة البيع بتمشي ازاي في المجال ده. ببتدي اشوف مثلا الـ environment research، البيئة اللي انا هشتغل فيها هل بتتأثر بحاجة معينة ولا لا، ببتدي اضيف عليها كل الحاجات دي على الماركت ريسيرش. فده الفرق ما بين الماركت ريسيرش، لما تيجي تعمل ماركت ريسيرش انت هتدرس السوق، لما تيجي تعمل ماركتنج ريسيرش فانت المفروض بتشتغل على كل الحاجة، السوق بالعملاء بالادز بالسيلز بطبيعة السوق بالعملاء بطبيعة الاعلانات بكل التفاصيل، تمام. فالماركتنج ريسيرش زي ما فاطمة قالت كده اعم من الماركت ريسيرش، تمام. ده الفرق ما بين المصطلحين دول، او الفرق ما بين الجزء ده والجزء ده. دي حاجات كده اساسية مهمة، يعني اتمنى تكون وصلت لكم، بحيث ان احنا لما نشتغل نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي، تمام كده بالنسبة لكم، ولا حد عنده حاجة؟ لا تمام واضحة.
اوكي يعني فين؟ ميادة ازيك؟ تمام حضرتك سامعين؟ احنا سامعينك. طيب تمام، انا دلوقتي لو انا المفروض ان انا شغاله سوشيال ميديا، تمام، والمفروض ان مثلا عميل عايز مثلا يعمل تسويق عن طريق البلاتفورم فيسبوك او تويتر او انستجرام او اي حاجه، هحتاج ان انا اعمل الاستراتيجي اللي حضرتك بتتكلم عليها وبعد كده اطلع منها السوشيال ميديا بلان، ولا مش مضطره ان انا اعمل كل ده وابتدي اعمل سوشيال ميديا بلان؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه، حضرتك بتقول بعد كده ببتدي لما بعمل السوشيال ميديا بلان ببتدي ان انا اضيف الكونتنت بلان بتاعتي، تمام؟ طيب هو يعني اضيف ازاي؟ اللي هو اضيفها مثلا انا هقسم مثلا لو انا هشتغل على البلاتفورم بتاعتي اللي هي الفيسبوك، تمام؟ فانا بنزل البوست بتاعي لمده شهر مثلا، انا هنزل على الفيسبوك الكونتنت بتاعي لمده شهر كذا، ولا قصد حضرتك الفويس اللي انا هتكلم بيه او ان هو مثلا الكونتنت هيكون مثلا فريندلي او فورمال او الكلام ده؟ طيب هقول لك حاجه. بص، بالنسبه للسؤال الاولاني، انا لما باجي اشتغل على السوشيال ميديا ببتدي اخد من الكلاينت اللي انا شغال معاه، باخد منه ملخص حاجه اسمها بزنس موديل كانفاس، او اللي هي بنقولها بلغه السوق او اللي بتتقال بلغه السوق اللي هو البريف بتاع الشغل او البريف بتاع الكلاينت، تمام؟ فدي باخد فيها ايه؟ باخد يا اما الماركتنج بلان، وغالبا بيكون عامل ماركتنج بلان او مش هيستنى ان انا اعمل له ماركتنج بلان واشتغل له الشغل ده، ده لو انا شغال في فريلانسر، او لو انا المفروض هشتغل ليه، فانا باخد منه البيزنس والبلان بتاعته والتفاصيل بتاعتها وابتدي اعمل له سوشيال ميديا بلان وابتدي اشتغل عليها. بس لازم الاول اخد كل التفاصيل اللي انا هقدر اكريت بيها السوشيال ميديا بلان بتاعتي، تمام؟ وطبعا بتمشي بالتفاصيل اللي انا كنت لسه قايلها. ما ينفعش ان انا اشتغل له كده دايركت على طول، ممكن يكون انا اشتغل له فيسبوك مع ان اصلا الاصح ان انا اشتغل له انستجرام او العكس او ما الى ذلك، على حسب الكيس بتاعته فيها ايه بالظبط. بالظبط. طيب لما انا بقى اشتغل خلاص خلصت السوشيال ميديا بلان، ببتدي اعمل بقى حاجه اسمها الكونتنت بلان. الكونتنت بلان عباره عن ايه؟ اولا ببتدي ادرس ال الجزء بتاع البير بيرسونا او العملاء اللي انا هتكلم معاهم، دول طبعا هكون في السوشيال ميديا بلان موجودين. فابتدي اخد اعمل حاجه اسمها استراتيجي كونتنت بلان او كونتنت استراتيجي. دي ملهاش دعوه بالكونتنت كلندر اللي حضرتك كنت لسه بتقول عليها. في حاجتين، حاجه اسمها كونتنت استراتيجي اللي هي استراتيجيه المحتوى، والحاجه اللي بعدها ببتدي اشتغل على الكونتنت كلندر اللي هي التيبل او الخريطه بتاعت الشهر اللي انا هشتغل عليه، كل يوم هحط بوست ايه او كل يومين او ما الى ذلك. فانا في الكونتنت استراتيجي اللي هي الاولانيه دي ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اشوف انا كل التفاصيل ان انا هكتب بيها المحتوى بتاعي او الكونتنت بتاعي، المفروض ان انا هشتغل على كامبين معينه او تفاصيل معينه على مدار الشهر. دي اول نقطه. تاني نقطه، بحط اوبجكتيف او بحط هدف معين اشتغل عليه، المفروض ان انا طول الشهر هشتغل على هدف ان انا اعمل اويرنس لمنتج جديد، هعمل بيع انكريس سيلز فهشتغل ان انا ابيع واعمل مبيعات كبيره، هشتغل ان انا اعمل توعيه بطريقه استخدام المنتجات، هبتدي ان انا اشتغل على حمله معينه، وابتدي اشوف انا المفروض هشتغل الكونتنت بتاعي يكون قايم على ايه على مدار الشهر، وببتدي احدد الفويس تون اللي هو الجزء بتاع هكلم الناس فريندلي ولا هكلمها بشكل بروفيشنال ولا هكلمها ازاي، هبتدي اشتغل الميديا بتاعتي هتبقى ماشيه ازاي. بعد كده هبتدي احدد بقى الهوليديز اللي هي الاعياد والمناسبات اللي هتقابلني خلال الفتره دي هتكون ايه، وهتعامل معاها ولا لا على حسب انا العملاء بتوعي مهتمين بيها ولا لا. كده انا بعمل ايه؟ خلاص خلصت اول فايل او اول جزء اللي هو الكونتنت استراتيجي. طيب بعد كده ببتدي اعمل بقى ايه؟ الكونتنت كليندر اللي هو ايه التفاصيل بتاعه البلان نفسها، اللي هو انا يوم واحد واحد هنزل بوست هيكون عبارة عن كذا 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 كذا، يوم اتنين هعمل كذا، وببتدي ابني الكونتنت كلندر بتاعتي. طبعا ده كله مبني على الاستراتيجية اللي حطيتها بناء على السوشيال ميديا بلان اللي معايا او التفاصيل بتاعت السوشيال ميديا بلان. تمام كده، وصلت الصورة كاملة؟
تمام انا كده فهمت. طيب انا دلوقتي ايه اللي يعني ايه اللي اكد لي ان انا ماشيه صح؟ يعني انا عملت كل حاجه بتقول حضرتك تقولي ممكن النتائج يعني في الاخر مثلا سيب بيحصل مبيعات او في فيدباك كويس تمام، بس انا مش عايزه استنى لاخر الشهر، لان اخر الشهر ده هيكون اوريدي العميل بيسالني فين النتيجه وانا مش عارفه فين المشكله. طيب فايه اللي ياكد انا كده مثلا عامله كونتنت صح او التارجت بتاعي صح، او انا اصلا البلان كلها على بعضها بالحاجات اللي انا عرفتها من العميل انا كده تمام، انا كده ماشيه صح. لا، هو ده بيعتمد على الكنترول اللي انا شغال عليها طول الشهر، دي حاجه. حاجه تانية المفروض بيكون في الاول فتره تيست، يعني ايه المفروض ان احنا بنعمل اي بي تيست، انا هنزل الكونتنت ده هيلائم مع الناس ولا ببتدي اجرب اكتر من كونتنت بشكل مختلف لحد ما الاقي ان الناس بتستجيب مع النوعيه دي من الكونتنت، تمام. ببتدي اجرب اكتر من صوره، ببتدي اجرب اكتر من فويس تون، ببتدي اجرب اكتر من طريقه. انا مستحيل ان انا يبقى كلاينت اول مره اكلمه او اول حاجه طريقه تعامل بيني وبينه يفهمني على طول او انه يتعامل معايا على طول، لازم الاول ابتدي اجرب مع الناس مره وتانيه وتلاته لحد ما خلاص ان الناس دي عارفاني بالطريقه دي او فهماني بالطريقه دي. دي حاجه. حاجه تانيه لو انا منتج جديد او حاجه جديده لسه بتدخل، انا مستحيل الناس برضو تفهم بشكل سريع من اول مره. انا المفروض بقعد مع الناس اورنس 3 شهور او شهرين او شهر على حسب نوعيه الناس اللي انا بكلمها وعلى حسب الكلاس اللي انا بكلمه هو ايه ولا بي ولا سي. فالموضوع بيبقى على اللونج تيرن او على المدى الطويل، مش هينفع ان انا هنزل كونتنت لمده شهر وانت يا اما يجيب نتيجه يا اما ما يجيبش نتيجه. هو ممكن يكون يجيب نتيجه بس انا اللي حاطط الدنيا بشكل واسع جدا، المفروض ان انا مستهدف ان انا ابيع، في حين ان انا المفروض الناس لسه ما عرفتنيش. فانا لا، بيبقى الدنيا لازم تكون معايا مظبوطه هتجيب نتائج. لو انا شغال بقى مثلا في اول 10 ايام مفيش نتائج مرضيه او مفيش نتائج لسه او بشاير نتائج، لا يبقى الدنيا عندي فيها غلط، فيها حاجه غلط. طب لو انا عايز اعمل اويرنس وعايز اوصل لحاجه معينه، فانا مش هوصل لها من اول بوست ولا تاني بوست ولا كده، لا المفروض بمشي بالتدريج، بمشي على فترات، تمام. وببني بقى الفترات دي، يعني انا لو عايز اوصل مثلا ان انا يحصل مثلا انكريس سيلز او بيع مثلا، لو انا شغال مثلا على شوب اونلاين مثلا او على فيسبوك فمثلا او انستجرام او ما الى ذلك، فانا المفروض ان انا لو هستهدف 10 فانا من ال10 مش هيجوا من اول خالص، لا مع الوقت الدنيا بتعلى وبنقسمها نسب. المفروض ان انا عندي تارجت 100% فانا بقسمه 10% و10% و10% و25 و25 و50، بيبقى على حسب، تمام. ولو الدنيا بالنسبه لك لسه في الاول فبتبتدي تعتمدي على شغل مع حد يكون معاه فترة كبيرة أو شغال بقاله فترة كبيرة، أو إن هو يكون سبورت ليكي أو مانيتور بحيث إن هو يوجهك، لا أنت المفروض تعملي ده مش ده، لأن الأخطاء اللي أنت هتقع فيها على مدار الوقت عبال ما تتعلمي وتفهمي أو توصلي للأوبجيكتيف بشكل سريع، لا هو أكيد عدى بيها فيبتدي يخليكي تتجنبيها بشكل أقل للوقت والمجهود والفلوس وما إلى ذلك. أيوة فهمت حضرتك، تمام شكرا. تمام شكرا لله. طيب نخش بقى في الجزء اللي احنا المفروض هنتكلم فيه النهاردة على طول، تمام. سامعيني يا جماعة ولا الدنيا تمام؟ تمام. تمام. طيب بصوا دلوقتي المفروض هنشتغل على ان احنا عملنا كونتنت، سوري عملنا بلان، والبلان دي فيها السيتويشن اناليسيس او التحليلات اللي احنا طلعناها، ومفروض فيها الاستراتيجي اللي احنا بنيناها، المفروض هننزل ازاي السوق او هنبيع المنتج ده ازاي او هنعمل اويرنس ازاي او التفاصيل دي، وهي الجزء اللي بعد كده المفروض ان انا هنفذ ازاي. طيب اول حاجه لازم اعملها وانا في اخر البلان بتاعتي، بعمل حاجه من الاتنين، بعمل بشتغل على قاعده اسمها سمارت، تمام، او بشتغل على شيت معين او جزء معين من الشغل كانه بروجكت، بشتغل على حاجه اسمها جانت شارتر. يبقى بشتغل على حاجه من الاتنين، في شيت اكسل اسمه جانت شارتر،
تمام، او جزء تاني من الـ 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 الشغل او قاعدة تانية اسمها سمارت. طب ايه ده وايه ده، او القواعد دي بتبقى ايه، او معناها ايه، او هي بتاعت ايه. المفروض القواعد دي بتحدد لي بالظبط المفروض انا هبتدي الشغل بقى كتنفيذ ازاي على مدار الوقت وعلى مدار المجهود وعلى مدار التاسكات اللي المفروض الناس هتشتغلها، او المهام اللي الناس هتشتغلها، مين وهيعملوها امتى وفين وازاي. بتبقى زي خريطة باينة وموضحة كل خطوة بالتفصيل، وكل خطوة باليوم وبالتاسك وبالنتيجة. يعني المفروض ان انا هنزل اشتغل على السوشيال ميديا وابتدي الماركتنج بتاعي على السوشيال ميديا. طب اول حاجة المفروض ان انا بشتغل على الجزء بتاع التنفيذ. طيب انا دلوقتي هبتدي عشان انفذ، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انا هعمل كرييت للشانلز كلها. طيب الكرييت للشانلز هيتعمل يوم كذا الساعة كذا، اللي هيعمله مثلا انا او مثلا الشخص اللي معايا او محمد احمد ايا كان مين. طب دي اول نقطة. تاني نقطة، هبتدي اخد الديزاينز بتاعة السوشيال ميديا وابتدي اعمل لها كرييت على حسب الشغل بتاعي، او المفروض اللي هشتغل على الديزاينز شخص اسمه كذا وشخص اسمه كذا وهيسلمها لي يوم كذا. ببتدي احط القواعد دي بشكل مبسط وبشكل صريح. القواعد اسمها يا اما قاعدة سمارت، ودي كنا شرحناها قبل كده على الجروب، يا اما الجانت شارتر GATT وبعد كده شارتر. تمام، دول حاجتين انتوا ممكن تستغلوهم او تشتغلوا عليهم علشان تبتدوا تعملوا ميجر او تعملوا تحديد معين للبلان اللي انتوا هتشتغلوا عليها، هتشتغلوا عليها ازاي او هتشتغلوا عليها فين. تمام، علشان لما تيجي تشتغل خلاص يلا انا هبتدي اشتغل على الماركتنج بتاعي وهبتدي اظبط الكونتنت بتاعي كشغل او ما الى ذلك، فخلاص انت بتبقى محدد وفاهم انت هتشتغل ازاي او المفروض هتعمل ايه. طيب دي اول نقطة، او دي اهم حاجة، تبقى محدد المهام زي ما قلنا، محدد المهام بتاعتك مين هيشتغلها وامتى وازاي وفين والتفاصيل دي كلها. بعد كده بتبتدي تشتغل على الاوقات اللي هتشتغلها امتى وفين. المفروض تحط بلان وتايم لاين كده محدد لكل حاجة انت هتشتغلها، وبتبتدي تكون عارف التفاصيل دي كلها. دي اول نقطة. تمام، تاني نقطة بعد كده لما تيجي تشتغل لازم بتكون محدد التيم اللي هتشتغل معاه. التيم اللي هتشتغل معاه هو مين بالظبط، التيم ده اسمه ايه، تفاصيله ايه، كام شخص، مهاراتهم ايه، الخبرات بتاعتهم ايه، وهل هم مؤهلين للخبرات دي ولا لا. يعني مثلا لو انت دلوقتي بتقول مثلا ان انا هشتغل على الاعلان على التلفزيون، طب الاعلان بتاع التلفزيون ده المفروض يكون على قناة مثلا CBC مثلا او MBC او ايا كان. طب هل انت في شركة انت محددها المفروض ان انت هتشتغل معاها وهتنفذ لك الاعلان زي ما انت عايز ولا لا؟ تمام، طب لو انت دلوقتي هل هم كفاءة للنقطة دي، هل هم اوير بطريقة شغلك وتنفيذك والحاجة اللي انت عايزها والاوبجكتيف بتاعتك والكلام ده ولا لا، هل الناس دي هتكون جديرة ولا لا. فانت بتبتدي المفروض تحدد كذا تشانل او كذا شركة المفروض ان هي تنفذ لك الكلام ده او انت هتتعامل معاه. لو انت طب هتشتغل على السوشيال ميديا وعندك تيم، التيم ده لازم تكون مفهمه كويس جدا جدا البلان دي. ما ينفعش ان انت تكون مخبي البلان وحاططها على جنب وفاهم انت بتعمل ايه، وجاست بس الناس هي بتشتغل وبتنفذ اللي انت بتقولها عليه، اللي بتقولهم عليه يعملوه. اعمل يا ابني صفحة فيسبوك وصفحة مش عارف انستجرام ونبتدي نعمل تشانل على اليوتيوب، هم المفروض يعملوا وخلاص. هم مش فاهمين ايه المفروض ايه اللي يحصل بعد كده، وهم بيشتغلوا ده ليه او بيعملوا ده ليه. هم لازم يكونوا عنصر اساسي من البلان دي، لازم يكونوا فاهمينها وعارفينها وعارفين الاوبجكتيف بتاعتك وعارفين المفروض الدنيا فيها ايه، وتديهم فرص ان هم يشتغلوا معاك. ولازم يكونوا ان هم فاهمين كل خطوة انت بتخطيها ماشية ازاي، وفي نفس الوقت يكون هم عندهم اوبجكتيف جوه البلان دي، هم فاهمين المفروض هيشتغلوا ازاي وهيعملوا ايه. يعني يا جماعة المفروض ان احنا معانا اكونت معين هنشتغله، او معانا بروجكت معين المفروض ان احنا هنشتغل له ماركتنج على البلان دي، وبتجيب البلان وبتبتدي تناقش معاهم فيها وتبتدي تحددها بشكل كبير.
وبعد ما بتحدد البلان دي وخلاص بتفهمها وهم بيشتركوا معاك فيها، بيبتدوا في التنفيذ برضو معاك. يعني لازم النقطة التانية، لازم يكون معاك تيم انت فاهم الموارد بتاعته ايه بالظبط والخبرات بتاعته، وهم كفاءة للتنفيذ ولا لا، عشان ما تجيش تشتغل وانت بتنفذ تلاقي الدنيا ضايعة خالص، تلاقي التيم مش فاهم، وتلاقي ناس بتتكاسل، تلاقي ناس مش فاهمة بتعمل ده صح ولا غلط، وتلاقي الدنيا غلط خالص. دي كده النقطة التانية. النقطة بعد كده، بالنسبة للنقطة اللي فاتت دي، فيها مشاكل ولا الدنيا بالنسبة لكم تمام؟ تمام. لا تمام. نضرب من الكلام في موضوع التيم كتير مهم، بحيث انه اللي بخطط انا مستمع يا لازم فاطمة، يكون. معلش. بحكي اضافة للكلام انه تمام موضوع التيم كتير كتير مهم، بحيث انه اللي بخط الخطة هو بيكون خياله اشي وقاعد عمالة بيرسم في خطة، وإذا كان التيم مش مشاركه بكل الخطوات هاي ممكن يعني تكون الخطة على الفاضي، يعني حطها على بالظبط، الفاضي اصلا لأنه في اللي شركات هيطبقه بتقع مش بسبب كده. بالظبط، وممكن يعني كتير كتير تخسر، مش عشان اللي بخطط غلط، لا اللي بينفذ هو مش فاهم الخطة. بالظبط، هو بيبقى بينفذ وهو مش عارف هو بيعمل ايه، هو بس بيأدي مهمة وخلاص، او بيهدي تاسك عليه وخلاص. انما لو حاطط اوبجكتيف، انت اصلا ممكن تكون حاطط البلان، في حاجة مش فاهمها، في حاجة مش واخد بالك منها، في حاجة احسن ممكن هو يوضحها لك، ممكن هو يطورها لك، ممكن هو يأدي معاك بشكل افضل مما انت كنت تتصور، تطلع حاجة من عنده تنجحك وتنجحه. طيب بالنسبة برضو للناس اللي بيكون معاها تيم، هي اوير بكل حاجة في الشغل، او اوير بالبرودكت، عندها معرفة مثلا كويسة بالبرودكت او بالمنتج او بالشركة او ما ذلك، بس التيم ده او الناس اللي معاك دي امكانياتها قليلة، او ان هي مش واعية بشكل كافي او بشكل كبير ان هي تفهم انت محتاج تعمل ايه، او انت المفروض هتمشي ازاي في الجزء بتاعك ده، او المفروض هتنفذ ازاي، وما عندهمش الخبرات الكافية اللي هم ينفذوا الحاجات اللي انت عايزها. فانت في الحالة دي بيكون قدامك اختيارين، تمام؟ اولهم ان انت تعلم من مهارة الناس دي وتعلمها وتخليها تنفذ ده تحت ادارتك، وانت يعملوا التاسك او يعملوا الحاجه اللي تديها لهم وتعمل لهم عليها ايديت وتفهمهم ويعملوها تاني، وتفهمهم ويعملوها تاني لحد ما تطلع منها عند الناس دي احسن كواليتي، ويكونوا هم فهموا وفي نفس الوقت صندوق وفي نفس الوقت ينفذوا المهام، او ان انت بتستبدل الناس دي خالص وبتبتدي تشتغل مع ناس هي اوريدي هي فاهمه المفروض هتعمل ايه او هتنفذ ده ازاي او طريقه شغلها هتمشي ازاي. فدول الحلين اللي بيسلكهم المديرين في لما بيبقوا المفروض هيشتغلوا على بروجكت ومعاهم ناس لسه الكواليتي بتاعتهم ما وصلتش ان هم يكونوا في الشغل يطلعوا هاي كواليتي او يطلعوا جودة كويسة في الشغل، تمام؟ طيب دي النقطة التانية. بعد كده اهم حاجة لازم تكون عارف الاوبجكتيف اللي انت حاطه، ويكون الاوبجكتيف اللي انت حاطه بيميزك عن الكومباتيتيف اللي معاك، ولازم تراجعه دايما. يعني انت لازم بتكون حاطط اوبجكتيف بتمشي وراها، ما ينفعش تكون حاطط بلان وملهاش اوبجكتيف، او تكون الاوبجكتيف بتاعتها واسعة. انا مثلا عايز ابقى افضل مطعم في القاهرة، او افضل مطعم في المغرب، او افضل مطعم في فلسطين. طب ماشي، افضل مطعم دي وخلاص، دي مش اوبجكتيف خالص، انت كده حاطط كلام في الهواء، انت مش عارف كده انت بتعمل ايه. انت لازم تكون حاطط حاجة محددة، او حاطط نقطة معينة تمشي عليها. انا محتاج اكون من افضل 10 اكلات مثلا بيفضلها مثلا المصريين، او افضل 10 مثلا اكلات بيفضلها منطقة معينة، او تيم معين، او مثلا حاجة معينة. انا مثلا عايز ابقى افضل كتاب على مدار مثلا على مدار السنة اللي فاتت او السنة دي مثلا، من في المجال بتاعي. لازم بتكون حاطط
هدف معين، ليه رقم معين، عشان تكون عارف انت ماشي ازاي وبتمشي التيم اللي معاك ازاي. فانت لو انت بتنفذ البلان بتاعتك وانت مش حاطط حاجة محددة، انت حتى لو عملتها مش هتبقى عارف انت نجحت ولا فشلت. فانت لازم تكون وانت بتشتغل على البلان بتاعتك او وانت شغال بتنفذ في البلان بتاعتك، لازم تكون فاهم كويس جدا انت حاطط الاوبجكتيف بتاعتك ايه بالظبط. لازم تكون عارفها وحافظها وفاهمها وتحفظها للتيم بتاعك، وتمشي تقولها كل يوم وانت شغال في كل خطوة في البلان، تبتدي تفكر فيها وتشوف انت هتوصل ليها ولا مش هتوصل ليها. فانت لازم تكون عارف الهدف بتاعك ازاي. طب انت عندك ممكن الهدف ده يكون كبير جدا، تمام، ان انت مثلا توصل لافضل مثلا زي ما قلنا مثلا افضل ريستورانتس او افضل مثلا مطعم في مصر مثلا. طب انت ممكن تكون تقسم الاوبجكتيف دي، لو هي مش قابلة معاك تقسمها لأجزاء، إن أنت تكون حد معروف جدا وتكون من أشهر الأكلات مثلا أفضل المطاعم في مصر. طب بعد كده بتبتدي إن أنت بتحدد رقم معين، إن هبدأ إن أنا أكون من الناس اللي معروفة أو من الناس اللي بتذكر في، لو إحنا مثلا اتقال مثلا أفضل 50 مطعم، أفضل 40 مطعم، أفضل 10 مطاعم، أبقى أنا اسمي يتقال فيهم. بعد كده تبتدي تجدد الأوبجيكتيف بتاعتك وتحط إن أنت لأ، أنا هبقى أفضل مطعم في مصر فعليا او افضل مطعم في فلسطين او ايا كان المكان مثلا، وتبقى انت خلاص انت حددت دي. فانت ما ينفعش ان انت تحط حاجة ميجر او هدف مثلا بالنسبة لك او اوبجكتيف عالي جدا، او تحطه هدف قليل جدا، او تحط هدف ملهوش رقم او غير محدد انت مش هتقدر تقيس عليه، تمام. طيب بعد كده بتشوف خلاص انت شفت الجول بتاعتك او الاوبجكتيف بتاعتك، لازم بتكون بتعمل حاجة اسمها مينيتور للبروسيس بتاعتك او التقدم بتاعك بيبقى ماشي ازاي. لازم بتعمل حاجة اسمها مينيتور، يعني ايه؟ بتفضل تراقب كل شوية او كل خطوة انت شغال فيها في البلان، هل ده اللي المفروض انا كنت اعمله ولا لا. يعني مثلا انا المفروض كنت حاطط مثلا بالنسبه لي بادجت مثلا 10,000 جنيه مثلا، المفروض ان انا هصرفها على مدار السنه، والمفروض ان انا احقق منها مثلا عوائد مثلا 20,000 جنيه مثلا. يبقى انا المفروض هصرف 10,000 جنيه على مدار السنه كمثال، واحقق منها مثلا 20,000 مكسب. طب انا خلاص عدى اول 3 شهور في السنه اللي هو الربع الاول، والمفروض ان انا صرفت 5,000 ولسه ما جبتش اي حاجة. فانا كده اكيد اكيد لما عدى اول 3 شهور وصرفت نص المبلغ، مش معقولة في الربع التاني والتالت والرابع من السنة او ال9 شهور الباقيين ان انا هصرف النص التاني من المبلغ وعقق بيه كل النتائج، اكيد لأ، تمام. فانت لازم تكون عامل مراقبة للأوبجكتيف بتاعك. يبقى أنت كده عندك في حاجة غلط، بتقف وبتعمل فول ستوب كده وتبتدي تراجع البلان بتاعتك، تبتدي تراجع الاستراتيجية بتاعتك، تبتدي تشوف البلان دي هل هي ماشية صح كده ولا غلط، هل الفلوس اللي أنا صرفتها دي ماشية بالنسبة لي كده مظبوط ولا هل المفروض إن أنا كان في الفترة دي أصرف مثلا الفلوس دي وما أجيبش منها عوائد. لأ، يبقى أنا كده بقف وابتدي أراجع الأناليسيس بتاعتي عشان أشوف التحليل اللي انا عملتها دي صح ولا غلط، ولا المفروض ان انا اشتغل على حاجة مختلفة، ولا المفروض ان انا الحل بتاعي ايه او البديل بتاعي ايه. فانت لازم بتراقب كل خطوة بتخطيها وانت بتنفذ البلان، مش بس عملت بلان ومفروض بتسلمها وبعد كده بتشتغل عليها وخلاص. عشان كده دايما كنا بنقول ان المفروض اللي يعمل بلان هو اللي ينفذها. يعني ما ينفعش مثلا شركة تروح تجيب حد يعمل لها بلان، وبعد ما يعمل لها بلان الشركة تستلم البلان وتروح تنفذها، ده عمره ما يحصل، او ده حاجة بتكون غلط جدا. لان اكيد انت مش هتنفذ البلان وانت مش عارف كل ابعادها، مش عارف التفاصيل اللي فيها ايه، او مش فاهم البدائل اللي المفروض تحطها لو الاستهدافات او الخطوات اللي انت شغال عليها ما مشيتش بشكل صح، تمام. فانت لازم بتراقب كل شوية الهدف بتاعك. طب بتراقبه ازاي؟ طيب اول حاجة بتشوف الخطوات اللي انت بتعملها دي المفروض هي بتوصلك وبتقربك للهدف بتاعك ولا لا.
تمام، لازم انت تشوف البادجت بتاعتك اللي انت شغال عليها ماشية صح وبتصرف بشكل صح زي ما انت مخطط له، زي ما انت ماشي بالتفاصيل ولا لا. لازم بتشوف التكنيك بتاعك او الطرق اللي انت بتنفذ فيها مجدية وبتجيب فعلا نتيجة ولا لا. يعني مثلا لو انا من التكنيك بتاعي وانا شغال مثلا ان انا هنزل مثلا اعمل ديلز مثلا مع المستشفيات والمفروض اجيب منها عوائد مبلغ معين، طب مثلا انا خلاص بعمل ديلز بس ما الديلز ما بتتمش، عملت مثلا اتفاقية مع مستشفى والتانية والتالتة من 30 مستشفى مثلا او من 40 مستشفى، فده مش جايب همه مثلا ولا جايب مصاريف ولا بيجيب نتائج زي ما انا معينة. يبقى لا، في طريقة تانية ان انا استهدف مثلا المستشفيات دي بطريقة مختلفة، او ان انا اشتغل على الصيدليات مثلا، اشتغل على حاجات تانية غير المستشفيات، فبتبتدي تشوف او شركات توزيع الادوية، فبتبتدي تشوف تكنيك مختلف او طرق مختلفة غير اللي انت شغال عليها. فانت لازم تشوف الاوبجيكتيف بتاعتك شغالة صح ولا لا، لازم بتشوف الميزانية بتاعتك بتصرفها بشكل صح ولا لا، لازم بتشوف التكنيك اللي انت شغال بيه صح وماشي صح ولا لا. ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بتاع المونيتور للشغل بتاعتك. لازم تعمل كنترول دايما على البلان بتاعتك، هل انت كده مجدي فعلا وبتحقق نتائج ولا لا. تمام، الجزء ده كده حد فيه عنده اي سؤال فيه او اي حاجة؟ لا تمام. اوكي تمام. طيب خلينا متفقين بقى برضو على حاجة معينة، ان مفيش بلان مفيهاش ايديت. يعني طول ما انت شغال على البلان لازم بتعمل فيها ايديت، لان دايما عندك في عوامل اقتصادية بتفرق، عندك عوامل بيئية بتفرق، عندك منتجات ومنافسين لازم بيتحركوا قصادك، ولازم هم كمان زي ما انت بتسعى ان انت تكون بتوصل للاوبجكتيف بتاعك، لا هم كمان بيسعوا ان هم يوصلوا للاوبجكتيف بتاعهم ويحققوا الحاجات اللي هم محتاجين يوصلوا ليها او الحاجات اللي هم محتاجين ينفذوها او الاوبجكتيف بتاعته. فانت لازم وانت شغال جوه البلان بتاعتك او بتنفذها لازم بيحصل ايديت، لازم بتلاقي حاجات غير متوقعة، زي مثلا لو انت شغال مثلا على السوشيال ميديا اكونتاتك كلها اتقفلت، تمام، فدي حاجة غير متوقعة او انت مش حاططها في دماغك، فانت بتبتدي طبعا بتكون حاطط لها بلان بي او حاطط لها جزء تاني بتبتدي تشتغل عليه. طيب لو انت المفروض شغال على الجزء بتاع مثلا الـ implementation مثلا في البانر مثلا او رول ابس مثلا في الشارع او ما الى ذلك، طب انت دلوقتي حصل مشكلة، ما بقاش الناس تنزل في الشوارع زي الاول، حصل اجازة، حصل حاجة، فانت لازم بيكون في عندك ايديت. طب لو انت شغال مثلا المفروض هتصرف بادجت معينة، البادجت دي اكتشفت ان هي مش هتكفي، في حد الفلوس حصل منها جزء خصم، حصل حاجة في الفلوس، فالبادجت بتاعتك مش هتقضي، او الشركة جت قالت لك لا احنا هنقلل التكاليف بتاعة التسويق، فمش هينفع تصرف المبلغ بتاعك ده اللي كنا متفقين عليه، فانت المفروض بيكون عندك بلان مختلفة او بتبتدي تعمل ايديت. فخلينا متفقين ان انت دايما وانت شغال على البلان بتاعتك وانت بتنفذها لازم هتحصل حاجة تخليك تعمل ايديت، فخليك دايما في كل الخطوات اللي بتشتغلها تكون جاهز لان انت هتعمل ايديت ايا كان هو الايديت ايه، ففي كل خطوة لازم بتكون مجهز لها ان انت لو انت حصل حاجة ايه اللي المفروض هيبقى بديل ليه، هتصرف ازاي. فانت وانت شغال على البلان بيبقى جزء مهم جدا ان انت تخلي بالك من كل خطوة بالظبط، انت بالظبط بتبقى ماشي عامل زي المهندس اللي جوه مبنى لسه بيتبني، لابس الخوذة بتاعتك وماشي بالخريطة بتاعت المبنى وعمال تبص في كل حاجة وايه اللي يحصل هنا وايه اللي مش بيحصل هنا، هل كل حاجة ماشية مظبوط ولا لا، لان يعتبر الماركتنج اللي انت شغال عليه للشركة دي او للكلاينت ده هو يعتبر بروجكت انت شغال عليه، فانت بتفضل شغال على البروجكت ده لحد ما تنفذه للاخر، فلازم بيحصل اي ايديت، لازم يحصل اي تعديلات وانت شغال. تمام، فانت لازم تكون وانت شغال لو في حاجة حصلت مش تحت الامور اللي انت حاططها لازم بتكون بتحط تفاصيل مختلفة او بتحط
بلان مختلف او بتحط في حساباتك ان انت هتشتغل زي بالظبط كده. لو انت حاطط في حسابك ان انت هتستورد مثلا من بره مصر علب مثلا معينة عشان تعبي فيها المنتج وتبتدي تنزله السوق، تمام. طب اوريدي العلب دي لما جت ما طلعتش هي المتوقعة وهي اللي المفروض ان انت كنت هتشتغل عليها، بتحصل. طب دلوقتي العلب او الحاوية بتاعتك عطلت في الجمارك، بتحصل. طب لو انت شغال مثلا مع عميل مثلا بتاع مثلا عيادات اسنان مثلا، طب والدكتور بتاع اسنان في يوم انتوا عاملين كامبين وحفلة وما الى ذلك، دكتور الاسنان عصرت عنده وفاة مجاش، بتحصل، تمام. دي كلها حاجات كده بتلاقيها. تخيل انت كده عامل الكامبين ومظبط الدنيا على يوم معين المفروض الدكتور يجي علشان في سربرايز مثلا للناس العيانين، والمفروض بتصور وتعمل بيها ماركت، وفي الاخر تلاقي الدكتور نفسه معلش، تمام. دي بلان المفروض ان انت حاططها في الماركتنج بتاعتك، فلا اوريدي الدكتور نفسه معلش عنده حالة وفاة، تمام. فدي بتبقى مشكلة. طب انت لا المفروض بقى نعمل حاجة مختلفة، نجيب مثلا نجمع الممرضين اللي في المكان ونعمل السربرايز ليهم، والمفروض نكلم الدكتور مثلا لو كأنه مسافر ونكلمه فيديو كول، وتبتدي تحاول ان انت تحل المشكلة بتاعتك وتشوف لها كنترول وتعمل بلان بي وتشتغل عليه، تمام. الفكرة بقى في ان انت الخطوة اللي بعد كده ان انت او الجزء اللي بعد كده ان انت مش بس بتعمل اجزاء بتاعت ادت بس، انت ممكن كمان تعمل ديفلوبمنت وتعمل تطوير للبلان بتاعتك. يعني انت مثلا وانت شغال لقيت البلان بتجيب نتائج مرضية وممكن تزود عليها ديلز مختلفة او تزود مثلا حاجات مختلفة، فانت المفروض تعلم الاداء وتشتغل عليها. زي مثلا انت دلوقتي وانت شغال مثلا جاتلك فرصة ان انت تنزل مثلا تقدم هدايا مثلا للكلاينت اللي انت بتستهدفهم، والهدايا دي هتعمل مثلا او هتسمع معاك بشكل كبير، او بالظبط وانت ماشي في الاوبورتيونيتي في الفرص لقيت مثلا ان في ترند انت ممكن تشتغل عليه وتحقق بيه نجاح، او ترند كبير طلع وانت المفروض لو اشتغلت عليه هتحقق منه جزء كبير من الهدف بتاعك او الاوبجكتيف بتاعك. فدي بتبقى حاجة ممكن تعمل فيها ديفلوبمنت او تعمل فيها تطوير وتطور بيها الخطة بتاعتك. فده كله شيء عادي او اجزاء عادية انت بتبتدي تخلي بالك منها وانت شغال عليها او بتبتدي تنفذ الاجزاء دي. دي كلها حاجات بتشتغل عليها وانت بتنفذ البلان بتاعتك. يبقى هتخلي بالك من التيم اللي شغال معاه، وهتخلي بالك من البادجت اللي انت شغال فيها، والمفروض هتشتغل على الاجزاء بتاعت الخطة بتاعتك وانت مستعد بشكل كبير جدا ان انت تعمل عليها edit او تعمل عليها development. لازم بتكون مهيأ كل حاجة للتفاصيل بتاعتك، لازم بتكون مؤهل الناس اللي انت شغال معاهم، كل التفاصيل دي لازم بتكون ايه مخلي بالك منه. طيب البلان نفسها وانت شغال عليه عشان تضمن تنفذها بشكل صح، او تضمن ان انت البلان دي تكون شغالة بشكل صح، او لما تعمل البلان تبقى ضامن ان انت هتنزل بشكل كبير جدا لما تيجي تنفذها تلاقيها مجدية وتحقق لك اللي انت عايزه، او ما تبقاش ناقصة تفاصيل، لازم تكون فيها تفاصيل معينة. اول حاجة لازم يكون في البلان بتاعتك ملخص تنفيذي واضح لكل حاجة هتنفذها فيها او هتنفذها، يعني لازم يكون في ملخص كده في اخر البلان بتاعتك موضح بالظبط زي ما احنا قلنا انت هتعمل ايه، المفروض هعمل 1 2 3 4، وتحط كل حاجة انت هتعملها الخطوة بروسس كده خطوة ورا خطوة. دي أول حاجة. تاني حاجة لازم تحط أوبجكتيف معينة وانت شغال، لازم تكون حاطط أهداف صغيرة كده وانت شغال عشان توصلك لهدف كبير، تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة لازم تكون حاطط جانت شارتر زي ما قلنا، أو حاطط تيبل كده كبيرة فيها التايم بتاعك، المفروض يوم كذا هكون وصلت لكذا، يوم كذا يوم مثلا 5 هعمل اعلان، يوم 8 هبتدي الاعلان التاني، يوم 20 المفروض ان انا اكون جمعت الليد جنريشن بتاعتي وابتدي اعمل الاوفر، يوم مثلا 14 2 هنزل مثلا بكامبين كبيرة، يوم
وما الى ذلك. ابتدي تحدد الجدول الزمني بتاع كل جدول المفروض ايه اللي مترتب عليه. لازم تكون عارف كويس جدا التفاصيل بتاعت المنافسين وانت شغال، لازم بتكتب في البلان بتاعتك التفاصيل بتاعتهم علشان تكون فاهم انت بتنافس مين في السوق، او البلان بتاعتك لو حصل فيها تغيرات تكون فاهمها. لازم بتشتغل على الكي بي ايز بتاعتك، لازم بتحط لكل خطوة انت هتشتغل عليها في البلان كي بي ايز. يعني انا دلوقتي المفروض هعمل تشانلز مثلا علشان انزل فيها، طب الكي بي ايز بتاعت التشانلز دي ايه؟ لازم تكون التشانلز جاهزة فيها كل الانفورميشن بتاعتها متوافقة مع حقوق الملكية بتاعت كل البلاتفورمز اللي انا هشتغل عليها. لو انا مثلا هشتغل على ديلز، لا انت لازم الديل يكون بيحقق عائد 50% من الديل. لازم بتكون حاطط كي بي ايز او معدلات او مؤشرات معينة وانت شغال علشان تبقى عارف الحاجة اللي هتنفذها ايه اللي هيحصل منها، او ايه الاجزاء اللي انت هتشتغل فيها وتحط عليها او انا كده نجحت في الخطوة دي او ما نجحتش في الخطوة دي. لازم تكون حاطط في اعتباراتك التارجت اودينس بتوعك والماركت نيد. المفروض ان انا شغال على مثلا ملابس اطفال، طب انا في ملابس الاطفال حاطط التارجت بتاعي مثلا ان انا بستهدف السيدات وبقول لها الحقي مثلا ارخص سعر. طب ماشي، انا في سيدات مثلا دي اي كلاس، لا ما ينفعش، انا كده التارجت اودينس مش هينفع اقول لها الحقي ارخص ارخص سعر، المفروض اقول لها الحقي مثلا كواليتي عاليه وما الى ذلك. فانت لازم تكون فاهم الماركت نيد تمام، او احتياجات السوق وليه الكاستمر اللي انت شغال عليه. لازم تكون فاهم كويس جدا النقطه دي عشان ما تجيش تنفذ تلاقي نفسك بتنفذ وفي حاجات غلط وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل، في حين ان انت حاطط اصلا الاودينس بتوعك غلط او حاطط الماركت نيد بتاعتك غلط. بعد كده لازم تكون فاهم الميزانية بتاعتك اللي انت حاططها دي هي متوافقة ولا لا. يعني انا لو بحط ميزانية مثلا للشغل مثلا تسويق في عقارات غير لما احط ميزانية لشغل ملابس، غير لما احط ميزانية للاكسسوارز، غير لما احط مثلا حاجة لفرنيتشر. كل اندستري على ايه بالظبط؟ كل اندستري لازم انا اكون فاهم انا شغال على ايه بالظبط، او انا ببيع لمين وما الى ذلك. دي التفاصيل بتاعت كل حاجة لازم تكون محطوطة في البلان عشان تضمن ان انت بتحقق اللي انت محتاجه بالظبط وانت بتنفذ وانت شغال. لو انت مش حاطط في البلان اي حاجة من دول او اي جزء من الحاجات اللي احنا قلناها دي، فانت لا مش هتقدر ان انت تنفذ، ولازم هتلاقي حاجات غلط وانت بتنفذ عشان ما تحطش البلان وبعد كده ترجع تنفذ تلاقي نفسك لا انت مش دي اللي انا محتاجه، او مش ده اللي انا المفروض كنت انفذه. طيب انت الاجزاء دي كده بتاعت الماركتنج بلان والحاجات اللي المفروض تكون موجودة فيها عشان تقدر تعمل implementation او تعمل تنفيذ بشكل كويس، وطريقة التنفيذ وانت بتنفذ لازم تخلي بالك من ايه والحاجات اللي تمشي عليها. المفروض بقى دلوقتي هنتكلم امتى بتعمل ماركتنج بلان وليه تعمل ماركتنج بلان، عشان وانت بتنفذ تبقى عارف الاوبجكتيف او بعض كده من الحاجات اللي انت المفروض تنفذها وانت بتعمل ماركتنج بلان، تبقى فاهم انت بتعملها ليه. خلينا نتناقش كده شوية في اللي فات، في اي اسئلة في الحاجات اللي فاتت او في حاجة معلومة اي حاجة؟ لا تمام. بقية الناس لا تمام، كل شيء واضح تمام. برضو بس في سؤال، لو مثلا تحكي لي انه كيف انا ممكن اصوت المنتجات الرقمية، مثال ممكن ناخد مثال على المنتجات الرقمية، يعني كيف ممكن اربطها بالايز مثلا العاب رقميه، حب مثلا واحد يعمل متجر للالعاب الرقميه ويسوق لها على السوشيال ميديا على حسب هو الاوبجكتيف بتاعته ايه. اصل كل حاجه او كل سيرفيس او برودكت بيطلع فلازم بيكون ليه تارجت اودينس والا مش هيطلع تمام. فالتارجت اودينس دول ليهم اوبجكتيف، هل انا عايز اوصل لهم، هل انا عايز ابيع لهم، هل انا عايز اعرفهم بمنتجي،
هل عايز انا ادخل انافس بيه عشان اضرب بيه منتج تاني؟ فمين الاودينس؟ ده اول سؤال في اي حاجه. بالظبط انا فاهمه عليك، يعني هو ليش بحدد الاودينس لهي الالعاب الرقميه، وليكن هم اللي هم المراهقين من سن 18 مثلا. حلو تمام. اللي من سن 18 دول انا المفروض عايز اوصل لهم ايه؟ عايز اوصل لهم ان انا موجود، ولا عايز اعمل عدد للداونلود بتاع الجيم نفسه، ولا ابيع الجيم نفسه؟ ولا ابيع الجيم نفسه؟ تمام. فالاوبجكتيف هتخليني اقدر احط ميجر او احط كي بي ايز. طب انا دلوقتي محتاج ان انا ابيع، يبقى انا بستهدف مثلا ان انا في خلال الشهر ده مثلا يحصل مثلا 100,000 داونلود للابليكيشن او للجيم. تمام. لا انا مش بستهدف كده، انا بستهدف ان انا اخد ريت 5 في خلال الشهر ده، او اعلى عدد ريت 5، وان انا ابقى باين في محركات البحث مثلا، او في الاي سي او، في او امسك كلمه معينه. تمام. يبقى انا اعمل اويرنس بشكل كبير، فعلى حسب الاودينس مين، وانا عايز اعمل لهم ايه في الماركت نيد، والاوبجكتيف اللي انا عايزه منهم ايه. تمام. لو لقيتي نفسك بتتوهي في اي حته في اي حاجه، حطي في اعتبارك الاودينس. الاودينس فين؟ الاودينس دول. طب ها انا محتاج منهم ايه؟ محتاج منهم 1 2 3. طيب خلاص، بناء على كده اقيس. ايوه تمام. سواء بقى سيرفيس او برودكت او اي حاجه، يعني ايا كانت، يعني اربط الاهداف في الاودينس. بالظبط. لان هو كده كده في الاخر، يعني في الاول في الاخر، هم دول اللي انا بدور عليهم، او هم دول اللي انا اصلا بستهدفهم، او هم دول اللي انا مخليني عامل المنتج ده. تمام. طيب لو مفيش احتياج، فانا اوريدي مش هيبقى فيه سبب ان انا اطلع المنتج ده. تمام. وانا ينفع السؤال؟ ما تسأل يا معايز ايه المشكلة، ما انا بقول ايه. هو حضرتك ايه الماركتينج الاحسن، الديجيتال ماركتينج ولا السوشيال ميديا ماركتينج، ولا هي ما ينفعش نقارنهم ببعض؟ طب ايه هي الديجيتال ماركتينج وايه هي السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا ماركتينج بنعمل اعلانات على الفيس والمواقع التواصل كلها، تمام صح؟ تمام. والديجيتال بنعمل اعلانات مثلا على التلفزيون بس، ده اللي انا عارفه على الديجيتال ماركتينج. طب يعني هقول لك حاجه، ايوه بص، المصطلحات مختلفه من مفهوم لمفهوم، او من حاجه لحاجه. انت عندك حاجه اسمها التراديشنال ماركتنج، تمام، او الاوفلاين ماركتنج، بيتقال عليها يا اما كده يا اما كده، يا اما اوفلاين ماركتنج يا اما تراديشنال ماركتنج. طب ايه هما دول؟ اللي هو التلفزيون، الراديو، الجرنان، المجلات، البانرات، الرولاب، اليوفط، الاعلانات الورقيه، ال المندوبين وما الى ذلك، كل ده تراديشنال. خلاص تمام. طب نيجي بقى للجزء الثاني، الديجيتال ماركتنج، اللي هو ايه بقى؟ اي شانل ممكن اعمل عليها اعلان، لكن ما فيهاش حوارات او شات، ما فيهاش اي شات، اي رسائل، زي مثلا SEO، الاعلانات اللي بتنزل على جوجل بلاي، الاعلانات اللي بتنزل في مثلا في اليوتيوب، ما فيهوش شات. الاعلانات اللي بتنزل في اي شانل ما فيهاش شات، تمام، او الشغل عموما كديجيتال ماركتنج من غير شات، من غير تواصل ما بين الناس. تمام معايا؟ ايوه تمام. طيب لو احنا بقى اتكلمنا بقى كسوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اي حاجه فيها تواصل اجتماعي ما بين الناس، فيسبوك، انستجرام، فيها شات، واتساب، اي حاجه فيها سناب شات، اي تواصل اجتماعي في شات، فده يعتبر سوشيال ميديا. تمام تمام. ده كده الثلاث حاجات. طيب انهي افضل فيهم كاعلانات؟ تمام، على حسب الاندستري اللي انت شغال فيها والتارجت اودينس بتوعها فين. يعني
لو انا دلوقتي هشتغل في العقارات، فانا من الافضل من السوشيال ميديا كافضل، عندي التراديشنال ماركتنج وعندي الديجيتال ماركتنج، بعد كده اخر حاجه خالص السوشيال ميديا. طب لو انا مثلا هشتغل في مثلا في الـ في في الـ في حاجه في الالعاب، تمام، الالعاب مثلا اللي بتعملها داونلود وكده، لا، فانا افضل حاجه عندي ان انا اشتغل على السوشيال ميديا، وبعد كده بشتغل على الديجيتال ماركتنج، بعد كده اشتغل اخر حاجه التراديشنال، تمام. ده فرق ايه التراديشنال ده؟ بس انا مش التراديشنال ماركتنج ده انا مش فاهمه. بس ما قلت لك عليه. بص، اي حاجه تراديشنال هي الحاجات القديمه اللي قبل عصر الاونلاين، يعني زي ما قلت لك الجورنون او المكان. تمام، ايوه افتكرت تمام. فهو على حسب الاندستري والمجال اللي انت فيه، الكلاينت فيه فين، وبناء عليه بتبتدي تحدد انهي افضله. مفيش حاجه دايما هي الافضل، ومفيش حاجه دايما هي الاقل، او اللي هي دي تنفع ودي ما تنفعش، او دي صح ودي غلط، فاهم؟ ايوه شكرا. تمام. طيب ندى بتقول احدد الميزانيه ازاي؟ بص، تحديد الميزانيه ليها حاجات او طرق كتير جدا، تمام، افضلهم واشهرهم يا اما بشتغل ان انا احدد على كل كوارتر، او كل مثلا خلال ال3 شهور دول الشركه مدياني ميزانيه 100,000 جنيه، وبناء عليه هصرف ال 100,000 جنيه دول علشان اجيب لها عوائد تقدر بمليون جنيه. خلاص، ده كده الشركه مديني مبلغ معين، هو ده المبلغ اللي بيطلع من الشركه لقسم التسويق او شغل التسويق. دي اول نقطه. تاني نقطه، خلاص لو انا هشتغل على كل ايتم او كل قطعه، انا دلوقتي ببيع مثلا عندي في المخزن، او عندي مثلا المفروض ان انا هشتغل ان انا ابيع 100,000 قطعه مثلا نوت او قلم. طب ال 100,000 قلم دول المفروض واقف عليا القلم تكلفته نص جنيه مثلا، او مثلا تكلفته جنيه، والمفروض ان انا تكلفته جنيه، وانا هحط عليه مصاريف تسويق لكل قلم واحد نص جنيه، يبقى انا التكلفة الاجمالية عندي جنيه ونص. تمام. طيب انا خلاص عندي التكلفة الاجمالية جنيه ونص، وانا المفروض عايز اكسب منه نص جنيه، يبقى انا المفروض ابيع القلم ب2 جنيه. طب يبقى انا هحدد ان انا على كل قلم هيطلع، او كل ايتم واحدة هتطلع نص جنيه. فانا لو انا هبيع مثلا 100,000 قلم، يبقى كده مصاريف التسويق بتاعته كلهم 50,000 جنيه. تمام، يبقى انا كده حددت لل 100,000 قلم 50,000 جنيه، لان انا حاطط نص جنيه لكل واحد فيهم. تمام، يبقى انا بحدد على حسب الايتم الواحدة، او المنتج الواحد، او القطعة الواحدة، او الوحدة الواحدة. طيب دي النقطة التانية. النقطة التالتة بتشتغل شوية مع الناس بتوع الاستيراد والتصدير، ان انا بجيب حاويات، والحاوية دي مثلا او مجموعة المنتجات دي كلها كده على بعضها، مثلا جايب مجموعة مثلا لابات على لابتوب على ماويسات مثلا على شاشات وما الى ذلك، الحاوية كلها مكلفاني 100,000 جنيه، فالمفروض عايز ابيع الحاوية ال100,000 جنيه دي، تمام، ب200,000. طيب وانا هصرف مثلا على تسويق كام؟ هصرف 50,000، فيبقى انا اجمالي المكسب بتاعي 50,000. تمام، فهي دي بتتحسب كده. يبقى انا باخد الحاوية على بعضها، ببيعها لتجار تجزئة، وبصرف عليها مصاريف تسويق، وبعد كده اكسب منها. فدول 3 طرق. ممكن نقطة تانية بعد كده احدد الميزانية بناء على المنافسين بيصرفوا كام، وبناء عليه انا اصرف المصاريف. والله الميزانية في السوق ماشية ان في العقارات مثلا العميل الواحد بيجي ب100 جنيه. طب يبقى انا خلاص دي ميزانية التسويق بالنسبة لمجال العقارات، خلاص يبقى انا هصرف 100 جنيه لكل عميل يجي لي، وانا محتاج الشهر ده 100 عميل. تمام، في 100 اشوف بقى ايه انا هصرف قد ايه، وعلى حسب بقى ما احسبها. تمام، فدي كده طرق ان انا احدد بيها الميزانية اللي انا هشتغل بيها. تمام، طيب ده كده الجزء اللي فات. فيه اي اسئلة فيه؟ لا تمام كده. طيب انا ايه اللي يخليني اعمل بلان؟ لا كل شيء تمام. تمام يا مسموس. انا ايه اللي يخليني اعمل بلان، او انا هعمل بلان ليه، او ان انا ليه انفذ البلان بتاعتي، او اعمل بلان جديد عشان ابتدي اشتغل بيها؟ طيب اول حاجه ان انا يكون عندي اوبجكتيف معينه لشركه او لمنتج او لعميل معين بالنسبه لي، او
ان انا هشتغل على اوبجكتيف معين، انا عندي هدف معين فعايز ابتدي اشتغل عليه، ان انا ابيع منتج او اعمل له اويرنس، او ان انا اشتغل لشركة معينة عندها اهداف ان هي تنجح في السوق، او مثلا مؤسسة نون بروفيت اورجانيزيشن اللي هي مؤسسة غير هادفة للربح محتاجة ان هي تلم تبرعات وما الى ذلك، يعني في هدف معين انا محتاجه، فبناء عليه بعمل بلان علشان ابتدي اشتغل عليه. دي نقطة، لو انا ليه اعمل بلان، تمام؟ او انت مثلا لما تيجي مثلا حد يقول لك انا محتاج اعمل اشتغل تسويق، تقول له خلاص طب ماشي نعمل بلان. طب انا اعمل بلان ليه؟ لا، انت عشان عندك اوبجكتيف معين عايز تحققها، فانت لازم تعمل لها بلان عشان توصل للاوبجكتيف دي، تمام؟ وده رد كافي لاي حد ممكن انت او كلاينت انت ممكن تشتغل معاه ويقول لك انا عايز اعمل شغل على السوشيال ميديا، تقول له طب ماشي انا هعمل لك بلان. طب ما هو بيقول لك انت بلان ليه؟ انا محتاج اعمل شغل على السوشيال ميديا عادي. يعني انت لا، انت عندك اوبجكتيف، انت اكيد مش هتعمل سوشيال ميديا لله وللوطن، انت اكيد عايز تبيع، عايز تعمل حاجه، مش كده وخلاص، تمام؟ هدف. نقطة تانية، لو انت شغال اصلا على استراتيجي معينة في التسويق بتاعتك وهتغيرها، فانت بتعمل كرييت لبلان جديد عشان تبتدي تشتغل عليها، تمام؟ لو انت شغال على كامبين مثلا والكامبين دي مش ناجحة، فانت بتبتدي تعمل لها كرييت بلان جديد عشان تبتدي تخش بيها السوق. يعني انت دلوقتي مثلا عندك منتج نازل بيه السوق فما انتشرش بالشكل اللي انت متصوره، او ما انتشرش بالشكل اللي انت عايز تشتغل عليه بيها او تنزل بيه السوق فيها، فبتبتدي تعمل كرييت او بتقدم بلان جديدة وبتبتدي تشتغل عليها وبتبتدي تنفذها، تمام؟ فانت كده عايز تنفذ بلان، تمام؟ فبتبتدي تظبط البلان بتاعتك وبتبتدي تنفذها على اساس الجزئية دي. طب الجزء التاني، بتغير في البلان بتاعتك او بتبتدي تعملها كرييت من الاول جديد لو انت في تغيير في الميزانية بتاعت التسويق بتاعتك. انت كان معاك مثلا حاطط بادجت 50,000، تمام؟ اتصرف منهم 100,000، فانت خلاص بقى معاك 40,000، بقى معاك حاطط قلنا كام، 50,000، اتصرف منها 10,000، بقى معاك 40,000. طب خلاص، يبقى انت كده عندك في تغيير في البادجت، فانت محتاج ان انت تغير البلان بتاعتك او تعمل بلان جديدة او تعمل ايديت للبلان بتاعتك. طيب الجزء اللي بعد كده، ان انت عندك تشانلز جديدة محتاج تدخلها. دلوقتي عندك تشانل جديدة محتاج تدخلها، عندك مثلا انت شغال على انستجرام وفيسبوك، محتاج تنزل مثلا في التلفزيون لان المنافسين بتوعك بدأوا ينزلوا على التلفزيون. طب انت كده محتاج تابديت في البلان بتاعتك او تعمل بلان جديدة للميديا باير بتاعتك علشان تبتدي تشتغل، تمام؟ فانت كده بتعمل يا اما اعادة للبلان او بتبتدي ان انت تستخدم او تنفذ بلان مختلفة وبتعمل لها شغل مختلف. طب بعد كده ممكن ان انت تشتغل، او من الاسباب اللي بعد كده ان انت تشتغل على براند جديد او شركة جديدة، فلازم بتعمل لها بلان، او برودكت جديد فلازم بتعمل له بلان. ما ينفعش تشتغل على ان انت منتج جديد او حاجة زي كده وانت ما عندكش اصلا بلان، لا، انت لازم يكون عندك بلان عشان تبتدي تشتغل بشكل صح وتبتدي ان انت تنزل السوق بتاعك بشكل صح، او انت تبتدي تحقق النجاح اللي انت محتاجه يعني. طيب بعد كده، المفروض ان انت داخل سوق جديد، او انت كشركة محتاج انت داخل سوق جديد، فبتبتدي تنزل بلان جديدة وبتبتدي تديت فيه البلان بتاعتك. مثلا جيت انت حاطط بلان لمدة كوارتر 3 شهور، جات الشركة بتاعتك قالت لك احنا والله مطلوبين في السوق مثلا السعودي، فاحنا محتاجين ننزل، فبتبتدي والمفروض ان احنا هنبعت شحنة مثلا لهناك. طب لا، انت كده محتاج تقيد في البلان بتاعتك، انت المفروض لازم تنزل بسرعة عشان تعمل اويرنس، عشان تلحق تبيع، عشان تلحق تحقق تارجت وما الى ذلك، فانت بتبتدي تعمل ايديت على البلان بتاعتك. فساعتها بتبتدي تعمل ايديت وتضيف على البلان اللي انت شغال عليها، او بتعمل بلان جديدة منفصلة. فدي من ضمن الاسباب اللي بتحصل في الشركات كتير يعني. طيب دي كده او دي الاسباب او الطرق او اهم الحاجات اللي تخليك، او الاسباب اللي تخليك تعمل بلان او تعمل تشينج للبلان بتاعتك او تكريت لبلان جديده، تمام؟ طيب انت عندك دلوقتي دي الحاجات اللي احنا المفروض كنا هنتكلم فيها، او الاجزاء ما بين ان انت وانت بتعمل امبلمنتيشن تعملها ازاي. طيب انت دلوقتي لو انت محتاج تشتغل على الادز في البلان بتاعتك، انت لازم بتشتغل على اكتر من حاجة،
لازم تشتغل على ان انت تحدد السوق اللي انت شغال فيه. السوق اللي انت شغال فيه ايه بالظبط؟ لو انت بقى هتشتغل على بلان برضو، نقط مهمة كده لازم تخلي بالك منها. لازم بتحدد الاوبجكتيف بتاعة السوق والاوبجكتيف بتاعة الماركتنج انت هتشتغل فيها. انت دلوقتي المفروض تحدد هتشتغل على اسواق ايه بالظبط، وتحدد طريقة التسويق اللي انت او الهدف بتاع الماركتنج انت هتشتغل عليه. دي نقطة. النقطة اللي بعد كده لازم تشتغل بالظبط على ان انت تعمل اناليسز للقنوات اللي انت شغال عليها او التشانلز اللي انت شغال عليها في الوقت الحالي. التشانلز اللي انت شغال عليها في الوقت الحالي هي مجدية ولا لا، وبتديك النتيجة اللي انت عايزها ولا لا. بعد كده لازم بتحدد الاستراتيجية اللي انت شغال عليها او الاستراتيجية اللي انت هتشتغل عليها، هل هي استراتيجية مجدية ولا لا. كل ده بنتكلم لو انت هتشتغل على بلان. لازم تكون محدد لو انت طبعا شغال على بلان وبتعمل لها كنترول. يعني لو انا دلوقتي عامل بلان وشغال، طب ايه الحاجات اللي خلي بالي منها وانا شغال كده بالظبط؟ انت محدد استراتيجي ولا لا؟ هل انت الاناليسز اللي انت شغال عليها او السوق اللي انت شغال عليه والماركت اللي انت شغال عليه كويس ولا لا؟ طب التشانلز اللي انت شغال عليها كويسة ولا التشانلز دي مش مظبوطة، مش بتديك النتائج اللي انت عايزها، المفروض كنت تشتغل بطريقة تانية او على تشانلز تانية. لازم بتحدد الكي بي ايز بتاعتك، هل الكي بي ايز اللي احنا حطيناها والمعايير اللي انا حطيتها عشان الهدف بتاعي يطلع مظبوط، هل المعايير دي هي فعلا حقيقية ولا هي معايير اي كلام ولا اي حاجة وخلاص. تمام. دي الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها وانت بتكنترول على البلان بتاعتك، او انت بتعمل كنترول على الجزء بتاع البلان اللي انت شغال عليها او انت شغال في البلان. واهم نقطة لازم يكون معاك في البلان علشان تقدر تكنترول عليها او تحدد البلان دي ماشية معاك بشكل مظبوط ولا لأ، لازم بيكون فيها ملخص للبلان المفروض ايه اللي هيحصل فيها او هتنفذها ازاي. لازم يكون عندك جولز او اوبجكتيف محددة انت ماشي وراها، ما تكونش ماشي كده وخلاص. لازم يكون معاك ماركت اناليسز، تكون انت دارس السوق وعامل له اناليسز بشكل كويس عشان لما تيجي تنزل ما تلاقيش نفسك نازل في سوق مش بتاعك او بتستهدف ناس مش بتوعك. لازم تكون شغال على بوزيشن معين او حاجة معينة انت نازل عليها او نيد معين او نازل بطريقة محددة في السوق ده، ما ينفعش تنزل السوق كده وخلاص. لازم تكون حاطط كي بي ايز تمشي عليها، اهداف معينة انت حاططها فبتمشي عليها علشان تكون ماشي بشكل كويس، وبتبتدي ان انت تحدد لا انا ماشي صح لا انا ماشي غلط وما الى ذلك. لو انت ماشي صح خلاص بتكمل، ماشي غلط خلاص بتعمل كنترول وبتبتدي ايه تحدد كده ايه الاخطاء اللي انت عاملها او الاخطاء اللي انت المفروض تعدلها او الاجزاء اللي انت شغال عليها ومحتاج تطور فيها. لازم بتكون محدد بادجت وميزانية، مينفعش تعمل كل ده من غير ميزانية. لازم تكون مجهز الاكشن اند تاسكس، الاكشن والتاسك اللي انت حطيتها مين هيعمل ايه. والله ده انا المفروض هنعمل خطوات 1 2 3، لازم تحدد مين اللي هيعمل كل الكلام ده. تمام. لازم كمان تكون حاطط تايم لاين محدد، الاجزاء اللي انت شغال عليها ايه بالظبط في السوق بتاعك، انت شغال كده بشكل كويس ولا لا، على مدار الوقت هل الوقت اللي انت شغال عليه ده هو ده الوقت المظبوط ولا لا. تمام. دي كده حاجات كلها لازم تخلي بالك منها وتكون موجودة في البلان وانت شغال علشان ما تشتغلش بشكل عشوائي او تلاقي نفسك بتنفذ بطريقة غلط او بتعمل حاجة مش مظبوطة وبعد كده تلاقي ان البلان مش ماشية مظبوط فبترجع تعيد من الاول وترجع تقول الغلط فين. فهل الاجزاء دي او الطريقة بتاعة التنفيذ دي او حد بينفذ بلان عنده فيها مشكلة؟ انا بس عايزة اسأل، هي الاوبجكتيفز بتاعتنا يعني انت لسه قايل ان الاوبجكتيف في اوبجكتيف بتاعت السوق نفسها واوبجكتيف بتاعت الماركت بتاعي انا او البرودكت بتاعي اللي هشتغل عليه، ممكن تديها لنا باكزامبل مثلا عشان افهمها اكتر؟
قصدي كان تحددي الاوبجكتيف اللي انت هتشتغل عليها. ازاي احدد الاوبجكتيف مثلا بتاع السوق نفسه؟ انا هعرف اوبجكتيفز السوق بناء على ايه؟ مثلا ان هي تبقى ماشية مع الاوبجكتيف بتاع اللي انا عايز اشتغل عليه، البراند مثلا بتاعي. طيب بصي، احنا كده عندنا جزئين. في جزء بيتكلم في الاوبجكتيف بتاع البراند اللي انا شغال عليه، او الهدف بتاع البراند اللي انا شغال عليه، وفي جزء تاني بيتكلم في الماركت نيد، او حاجه اسمها بنسميها السولف نيد، الناس محتاجه ايه بالظبط. وده اللي بيتمثل في السوق، اللي هو لا ده السوق ده محتاج حاجه معينه والمفروض ان انا اديها. تمام، ده كده جزئين. بالنسبه للجزء الاولاني، تمام، اللي هو الاوبجكت بتاعت الشركه، هي دايما دايما الشركات معظم اهدافها، او معظم الشركات اهدافها بتكون ان هي عايز يبيع بس. ده الاوبجكتيف بتاعه، تمام، او هو يحقق نسبه بيع. تمام، يا اما بقى على اللونج تيرن، يا اما على الشورت تيرن اللي هو عنده على وقت قليل. طيب ده الاوبجكتيف بتاع الشركه. الشركه محتاجه تبيع، طب تبيع بكام؟ طب انت محتاج تحقق ربح بقد ايه؟ ده الاوبجكتيف بتاعه، وبناء عليه ببتدي اشوف الماركت نيد محتاج ايه. يعني ايه الماركت نيد؟ دلوقتي مثلا انا ببيع مثلا منتج، مثلا خلينا ناخد مثلا الملابس. تمام، طيب دلوقتي انا ببيع منتج ملابس. منتج الملابس ده ايه اللي المفروض في منتج الملابس ده الناس محتاجاه؟ فببتدي اشتغل على الماركت ريسيرش او الماركتنج ريسيرش، وبحدد السوق محتاج ايه، واوفق ده في المنتج اللي انا بنزله. يعني دلوقتي انا بنزل منتج ملابس، والله السوق بينافس كله حاليا في التيشيرتات مثلا بتاعت الاطفال. تمام، بينزلوا فيها كواليتي معينة او بسعر معين، وفي نفس الوقت اللي بينافسني المنافس A و B و C، دول بينافسوني. وفي نفس الوقت الناس بتدور على الحاجات القطن اللي هي ألوانها غامقة، وفي نفس الوقت برضو الناس بتدور على ان هي الحاجة توصلها لحد عندها، ما تنزلش وتقعد تلف والجو ده. فبتدي اجمع الارقام اللي موجودة في السوق والاحصائيات اللي موجودة في السوق، ومين بيبيع ايه وبيبيعه ازاي والناس محتاجة ايه والتفاصيل دي كلها. وبناء على الارقام والاحصائيات اللي انا بعملها، اللي هي اسمها situation analysis، ببتدي ابلور البرودكت اللي انا المفروض عايز انزله احقق بيه نتائج معينه. وبحط حاجه اسمها البوزيشن، اللي هو المنتج ده مثلا، ده السوق كله بيحب مثلا موضوع التيشيرتات الغامقه، فانا ببتدي اشتغل على البوزيشن مثلا، اللي هو مثلا براند مثلا ملابس اكس مثلا، والسلوجان بتاعه مثلا الوان مش عاديه مثلا. تمام، وابتدي اشغل ده الحساب ده. يبقى انا حطيت الاوبجكتيف بتاع البراند اللي انا شغال عليه بما يتناسب مع السولف نيد او احتياجات السوق، وابتدي البي احتياجات السوق بالمنتج بتاعه وحاله الارباح اللي هو عايزها. وصلت؟ وصلت تمام. بس انا برضو في حاجه تانية كده، احنا الاوبجكتيف اللي هو بتاع السوق، ان انا لما عملت ماركت ريسيرش مثلا وعرفت السوق مثلا النيدز بتاعتنا ايه، هي الاوبجكتيفز دي اللي هي بتبقى في الستاك ماركتنج صح؟ اللي هي بتبقى في ايه؟ في الستاك ماركتنج اللي هي هتبقى مثلا where do you want مثلا ان احنا نكون موجودين من السوق نفسه، انما الاوبجكتيف اللي على السوشيال ميديا دي بتبقى في السوشيال ميديا بلان. بالظبط، الجوف بتاع السوشيال ميديا هي جزء implementation، جزء تنفيذي بس. يعني انا لما اجي اشتغل اوكي على السوشيال ميديا هو جزء تنفيذي بيوصلني للي انا عايزه. تمام، بس مش هو ده الاوبجكتيف نفسه. يعني مثلا لما انا احط مثلا اوبجكتيف ان انا محتاج اوصل مثلا ل 1000 فانز، فهو مش ده الاوبجكتيف اصلا بتاع البراند. هو البراند محتاج يوصل للنقطه دي عشان يحقق اوبجكتيف تانية، ان هو يبيع للناس من البيج دي. فاهمه؟ فاهمة كده تمام اوكي. فهي مرحلة، جزء السوشيال ميديا ده هو بس implementation وبس، هو مرحلة. تمام، مش هو الاوبجكتيف او الكور اوبجكتيف او المين بوينت اللي المفروض الشركة محتاجاها، ولا هي دي اصلا الاوبجكتيف اللي الناس محتاجاه. يعني مثلا الناس، مين مثلا محتاج البراند ده يكون متواجد على السوشيال ميديا 24 ساعة؟ بس انت حد عمره فكر مثلا انا محتاج مثلا البراند بتاع البيتزا بتاعي اللي انا بحبها يفضل متواجد على السوشيال ميديا؟ لا، هو اوريدي متواجد او مش متواجد، هو اكيد هيوصل لي، وانا بناء على ده وصل لي ايا كان الطريق اللي وصل لي بيه، حتى لو بعت لي المينيو على البيت. تمام، فانا اوريدي هروح
يعني اجيب منه او اكل منه او اشتري منه، فاهمه؟ فهي ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا امبلمنتيشن للاوبجكتيف اللي البراند محتاجه عشان ينفذ، عشان البراند ده ينفذ اللي الكلاينت محتاجه، عشان الكلاينت يوصل لمنتجه، وفي نفس الوقت البراند يحقق النجاح بتاعه. خلاص اوكي تمام فهمتها كده شكرا. تمام. فاطمة كانت بتقول هو انا كيف اعمل ماركت اناليسز عن طريق جوجل فقط؟ لا بص، هو ان انا اعمل ماركت اناليسز عن طريق جوجل، هي جوجل تول من التولز اللي المفروض ان انا اشتغل عليها عشان اعمل ماركت اناليسز. عشان اعمل ماركت اناليسز انا ممكن اعمل سيرفي انترفيو، ان هو انا اقابل حد من السوق وابتدي اعرف منه معلومات. دي فيرست بوينت. سكند بوينت او النقطه الثانيه يعني اللي هو انا ممكن اعمل از جروب، تمام، وابتدي اجمع فيه الناس اللي في السوق وابتدي اجمع منهم احصائيات. طيب قبل ما اعمل اصلا ماركت ريسيرش، خلينا كده نرجع خطوه لورا. في حاجه اركان اساسيه للماركت ريسيرش، الاوبجكتيف اللي علشان هعمل ماركت ريسيرش، انا هعمل ماركت ريسيرش ليه؟ تمام. اول حاجه ممكن او الجزء الاول ان انا بعمل حاجه اسمها تنبؤ بالسوق. انا بعمل ماركت ريسيرش عشان اتنبأ بالسوق ده المفروض الفتره الجايه ايه اللي جاي فيه. مثلا انا شغال مثلا في المنتج بتاعي ماسكات، مثلا الماسك اللي هو بتاع الوش ده، او اللي هو بتاع الفيروس، تمام. طب انا دلوقتي عايز اعرف هل الناس قدام هتستخدم الماسك ده ولا لا، فانا بعمل ماركت ريسيرش عشان اتنبأ بالسوق ايه اللي جاي قدام، تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انا بس بعمل ماركت ريسيرش علشان اشوف الكومباتيتيف بتوعي مين، او افهم السايكل بتاعت السوق ماشيه ازاي، تمام. المفروض المنافسين بينزلوا للمندوبين المبيعات، ومندوبين المبيعات بيروح للناس ويبيعوا لهم، او الناس بتشتغل ان هي بتعمل اي كوميرس وبتبتدي تبيع منه. لازم نفهم السايكل بتاع السوق ماشي ازاي. دي حاجه تانيه. حاجه تالته الاستكشافات بتاعت السوق. يعني مثلا عندي استكشاف معين عايز اوصله، مثلا في منتج مثلا بتاع مثلا الـ 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 الزهور مثلا او الورود، المفروض ليه الناس ما بقتش تشتري ورد، تمام. فانا المفروض دي سؤال استقصائي، انا محتاج اوصل لاجابة السؤال ده، فابتدي اعمل ماركت ريسيرش، تمام. طيب بعد كده المفروض ان انا بعمل ايه تاني؟ المفروض ان انا بشتغل على الجزء بتاع استكشاف السوق. انا دلوقتي مش شغال مثلا في مجال اللابتوب، طب انا عايز اعرف السوق ده ماشي ازاي عشان ابتدي استثمر فيه، فابتدي اعمل ماركت ريسيرش عشان اوصل للجزء ده. دول 4 اركان اساسيين جدا لازم قبل ما اشتغل على ماركت ريسيرش هشوف انا محتاج ادخل استكشف السوق، ولا انا محتاج اوصل لاجابه حاجه معينه، ولا انا محتاج اوصل عشان اتنبأ بالسوق ده ايه اللي جاي فيه قدام، ولا انا محتاج اقيس انخفاض ومعدل السوق ده نجاحه من فشله الفتره دي وما الى ذلك. فانا لازم احدد انا محتاج اوصل لايه بالظبط في الماركت اناليسيس، وبناء عليه ببتدي اشتغل. انا يا اما بعمل انترفيو فيس تو فيس واعمل سيرفي، او بجمع جروب من الناس اللي شغاله جوه الماركت ده وببتدي اسالهم، او ببتدي اعمل جيفت وهدايا للكلاينت وابتدي اخد منه انفورميشن او فيدباك، يا اما ببتدي اعمل سيرش من على جوجل، او ببتدي اسال الكلاينت من خلال السوشيال ميديا، او ببتدي اشتغل على ان انا اجمع اشخاص في او ارقام او احصائيات من جهات رسميه، زي مثلا جهه التعبئه العامه والاحصاء، مثلا جهه الاداره الصحيه، ببتدي اجمع من مؤسسات كبيره وابتدي اخد الاحصائيات. دي نقطه تانية. نقطه كمان ممكن اشتغل على جزء الداتا، ان انا اجمع داتا وبناء على الداتا دي ابتدي افهم احصائيات السوق ماشيه ازاي، وابني منها الارقام وبناء عليها اطلع بالنتيجه اللي انا عايزها. فاهم حاجه في شغل الماركتنج بقى عموما، سواء ماركت ريسيرش او ماركتنج ريسيرش او اناليسيس او كاستمر بيهيفير او ايا كان اللي انا هشتغل عليه، لازم بحط اوبجكتيف انا محتاج ماركت ريسيرش ليه، وبناء عليه بشوف انا هجيبه منين، او الاجابه بتاعت السؤال دي فين، تمام. ده اجابه السؤال بتاعت فاطمه. في ايه تاني او اسئله ايه تاني؟ عندي سؤال، هو احنا مثلا عشان عايزين نعمل اعلانات على الفيس، مثلا نروح للفيس نعمل اعلانات على السوشيال ميديا والفيسبوك، الاعلانات اللي بتظهر على التلفزيون مثلا، احنا من ال يعني فودافون مثلا عملت شركه عملت اعلان على التلفزيون مثلا،
الجروب اوف ماركترز اللي شغالين في فودافون راحوا فين او عملوا ايه عشان يخلوا الاعلان ده على التلفزيون؟ عشان انا شايف هقول لك بص انت دلوقتي شركة فودافون تمام، عندك دلوقتي حد اسمه ماركتنج دايركتور تمام، بيعمل ايه الماركتنج دايركتور دول؟ بيجيب الماركتنج بلان ويحط ماركتنج بلان، من ضمن الماركتنج بلان عنده كذا فيز او كذا واي او كذا طريقه. هيشتغل على السوشيال ميديا، خلاص الشغل بتاع السوشيال ميديا هو معاه تيم وشغال على السوشيال ميديا. طب هيشتغل على بنرات في الشارع، فخلاص هو دلوقتي هيشتغل على بنرات في الشارع وهيعمل شغل على التلفزيون. طيب بيجيب في شركات اسمها ماركتنج ايجنسي تمام، وكاله تسويقيه. فبتيجي الوكاله التسويقيه دي في منها كتير بقى، كذا وكاله، وكاله واحد واثنين وثلاثه واربعه، وكاله اكس ووكاله زد، وكالات بقى. الوكاله دي شغلانتها ايه؟ الوكاله دي عندها واحد بتاع تسويق وواحد بتاع سيلز، وعندها واحد بتاع مدير تعاقدات تمام بيتعاقد مع الشركات، وعندها واحد بتاع انتاج عشان يعمل انتاج ويصرف على الاعلان كمصاريف تصوير وما الى ذلك، مدير انتاجي. عندها مخرج، واحد بتاع اخراج بيبتدي ان هو يشتغل على الاخراج عشان يخرج الاعلان، يقول لا احنا هنعمل كذا تصوير، هنعمل تصوير في يوم واحد، هنعمل تصوير في يومين، هنصور بالليل، هنصور بالنهار، محتاجين نصور بشكل معين، شغل المخرجين ده. وعندها فريق اعداد بيعمل اعداد للاعلان ويجهز التفاصيل بتاعه الاعلان بقى من كل التفاصيل بتاعتها. بيجي واحد اسمه بتاع السيلز من شركة الدعاية، شركة الدعاية والإعلان دي، والله يا فودافون انتوا دلوقتي احنا عايزين نعمل لكم دعاية، احنا بنعمل دعاية في الشارع على بانرات، وبنعمل في التلفزيون، وبنعمل في الجرنان، وبنعمل وبنعمل وبنعمل. طب خلاص ماشي، انتوا دلوقتي هتعملوا إعلان على التلفزيون بكام وازاي؟ احنا عندنا مثلا منتج جديد اسمه فودافون الكارت. خلاص اوكي تمام. طيب فودافون الكارت المفروض، طبعا انا فودافون واخدها مثال بحكم ان هي كلنا عارفينها يعني، والله المفروض الاعلان على المنتج مثلا الكارت. خلاص اوكي، احنا ما دام التارجت اودينس بتاعكم مين؟ احنا بنستهدف الناس اللي هي العاديه جدا، اللي هي ممكن تشحن كارت ب 10 و20 و30 و40 وما الى ذلك. خلاص احنا هنجيب واحد ونسميه المارد، والمارد ده هنجيب حد قصير طبعا، بتوع بقى الاعداد بقى بيبتدوا يجيبوه، ونجيب مثلا بتوع كذا حد مغني شعبي، ونبتدي نعمل مثلا ايه فودافون الكارت، ونعمل ايه فليكسات، ومثلا واقفين في عمارة عادية في حي شعبي ويوزعوا فلوس وما الى ذلك، ويبتدوا يرسموا التتر بتاع الاعلان ويبتدوا يشتغلوا الفودافون. وطبعا بيكون في حد من شركة فودافون متابع سر الاعلان، وشركة الاعلانات بتشتغل على الاعلان، وبعد كده بيعمل الاعلان بشكل متكامل، ويبتدوا يشتغلوا على الاعلان لحد ايه ما يخلص، ويوصل الفكره اللي شركه فودافون عايزاها. كده الجزء الاول خلص. الجزء الثاني بيبتدي، هي الاعلان ده بيتارجت مين؟ بيتارجت الفئه سي. مثلا الفئه سي بتتفرج على قنوات سي بي سي سفره، وبتتفرج مثلا على قنوات سي بي سي مسلسلات، وبتتفرج. خلاص نبتدي نعمل ديل بقى شركه الاعلانات بقى، خلاص ماشي هنعمل لكم ديل مع الشركات دي. بتروح الشركه دي لقناه سي بي سي، والله انا عندي اعلان عايز اعرضه على مسلسل كذا ومسلسل كذا ومسلسل كذا. خلاص بيعملوا الديل ويبتدي يعرضوا الاعلان على المسلسل ده من تاريخ يوم كذا لتاريخ يوم كذا، واقل حاجه بتبقى شهرين او شهر، يعني اقل حاجه شهر بس، يعني النورمال او الطبيعي الاعلان بيفضل شهرين. ويبتدي ايه ياخد الاعلان ده يقطعه اكتر من جزء. الجزء الاولاني شوط كامل اللي هو الاعلان من اوله لاخره، خلاص الناس حفظت الاعلان. بيجي بعد كده ياخد الحاجات المهمه من الاعلان ويجمعها كلها في فيديو صغير، وبعد كده يبتدي يشتغل منه الجزء الثاني والثالث في الاعلان، اللي هو العشر ايام مثلا التانيين والعشر ايام ايه الاخر. ده كده السايكل كامله بشكل سريع كده اللي بيحصل لما الشركه عايزه تعمل اعلان على التلفزيون. وطبعا الاسعار بتفرق من كل قنوات للتانية يعني، اكيد طبعا اكيد اكيد كل قناه للتانية الاسعار بتفرق، والاسعار بتبقى بالدقيقه. يعني مثلا نقول مثلا 10,000 في الدقيقه مثلا؟ لا 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 سيبك من الكلام ده، 100,000 و200,000 والكلام ده. طب هو حضرتك عارف حضرتك اعلان اتصالات امرل ده، عشان انا في حضرتك قلت انه بياخد الفئه المعينه للاودينس مثلا، فاتصالات امرل ده اللي هو كان حاجه فخمه يعني، اللي هو الناس هما ايه الفخمه بس تشتري فيه، هو ده برضو قصدي يعني انه ده فاهم الاودينس برضو، ولا اي حد ممكن؟ هو على حسب هو مستهدف مين.
تمام، هو على حسب الشريحة اللي هو مستهدفها، ممكن يكون بيستهدفك عشان يثير فضولك وبعد كده بعدها بفترة يبقى انت معلق معاك. شكرا. تمام تمام ايه تاني؟ في اي حد عنده اي سؤال تاني؟ اوكي حد طبعا عنده اي سؤال في الماركتنج عموما؟ تمام، احنا كده خلصنا. طيب عشان انا كان عندي سؤال كده. لا اسأل. انا عندي اوكي تمام. تمام، امال يا جماعه كنت اتكلم ساكتين ليه؟ شويه برضو كنت عايز بس اسأل حاجه كده. اوكي ليه؟ بقول امال ساكتين ليه؟ انا عمال اقول حد عنده سؤال تمام. وبتاع. قول. لا احنا افتكر يعني انا كنت عايز اخليه الاخر كده بحيث ان احنا ما نقطعش حضرتك يعني. طيب طيب هو بالنسبه لما بنيجي نعمل قول. تمام اعلانات على الفيسبوك مثلا، هو انا متهيألي سمعت ان انا ما ينفعش اعمل بحساب واحد كذا لكذا عميل بنفس الحساب، دي وجهه نظر حضرتك ايه؟ او ازاي نعملها ان انا اعمل اكتر من حساب؟ ان انت قلت حضرتك من شويه ان انت ممكن وانت شغال حساباتك الاعلانيه تتقفل، معنى كده ان انا لازم يكون ليا اكتر من حساب. اكيد طبعا. ممكن اي حد، حضرتك تشرح لنا الجزئيه دي؟ بص اقول لك على حاجه بالنسبه لموضوع الفيسبوك. لو هندخل بقى في الجزء ده، انا اي حد شغال في الاعلانات دي هو لازم يكون عنده، لو هو شغال اكتر من اعلان مبدئيا كده، اول ما بتدخل هو فيسبوك اصلا بيسالك انت بتعمل الكرييت للاعلان ده، هل انت شغال كايجنسي لاكتر من شركه ولا انت شغال لشركه محدده وانت بتعمل كرييت. تمام، خلاص انت دخلت شغال اكتر من حد، انت بقى لازم يكون عندك بيزنس اكاونت على فيسبوك، ومن البيزنس اكاونت ده بتربط بيه الحساب الاعلاني بتاعك اللي هو الاد مانجر. تمام، واي شغل بتبتدي تشتغله طبعا البيزنس اكاونت ده انت بتكون موثقه ومظبط كل البيانات بتاعته وكل الديتيلز بتاعته وكل حاجه، والحساب الاعلاني كذلك. بتبتدي بقى تشتغل للكلاينت، اول ما قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتشتغل، البيج بتاعت الكلاينت ده بتروح رابطها بالبيزنس اكاونت. تمام، فهي بقت خلاص اضافه ليك ان انت شغال للكلاينت ده او للبيج دي من البيزنس اكاونت بتاعك، وبتبتدي تشتغل على الاكاونت ده. طيب بعد كده بيكون معاك ايه؟ اكتر من حساب تاني، بتبتدي تعمل اكتر من حساب عشان تبدل ما بينهم. المفروض ان انت حصل عندك قفله مثلا او حصل عندك مشكله في حساب، بتبتدي تشتغل عليه على الحساب التاني وما الى ذلك. عندك ضغط اعلانات في اد معين، فانت بتشتغل على جزء تاني. وطبعا بتعمل بقى ايه اختلاف ما بين كل حساب والتاني، واحد بيبقى عربي واحد بيبقى ايه سوري واحد بيبقى بالدولار واحد بيبقى بالجنيه، بيبتدي تبدل ما بين الـ الاعلانات وبعضها على البلاتفورمز نفسها، وبناء عليه بيبقى انت خلاص عطل عندك حساب بتخش في الحساب التاني وما الى ذلك. بس ما تحطش الفيزا بتاعتك في اكتر من اكاونت لان ده بيبقى غلط. يعني انت عندك فيزا، لا لازم تكون الفيزا مربوطة بحساب اعلاني واحد بس. هو حضرتك لو انا مثلا عملت اعلان لكلاينت مثلا وهو طلب مني اعمله اعلان مثلا، لما اجي ادفع انا هدفع مثلا بالكريدت بتاعي، هدفع انا مثلا بالكريدت بتاعي ولا هو مثلا هيقول لي معلومات الكريدت بتاعته وانا احطها مثلا؟ لا هو انت هتدفع بالكريدت بتاعتك انت، هو هيحاسبك. طب انا اضمن منين؟ بس هي دي يعني ايه اضمن منين؟ ايه مش فاهم. اصل يعني مثلا لو انا دفعت له، لو انا دفعت مثلا بالكريدت بتاعتي وهو مثلا ايه ما رضاش يدفع لي؟ طب لا مش حاجه اسمها كده. انت بتاخد لما بتيجي تشتغل لكلاينت بتاخد 25% من حقك انت. تمام، لتشغيل الاعلان، وبتاخد فلوس الاعلان نفسه لوحدها. فاهم؟ يعني اللي هو لازم يديني فلوس قبل ما ادفع، قبل ما ما انا هشغل الاعلان ازاي؟ تمام. في سؤال بقى هنا، عندي سؤالين. اول سؤال سؤال ولا حضرتك اتنين؟ بتقول اتنين. ماشي. تمام، اول حاجه حضرتك بتقول ان ما ينفعش ان انا اخلي الحساب الاعلاني على كذا اكونت، ليه بقى؟ ايه المشكله في كده؟ الفيزا اكتر تقصدي كده، او الكريدت كارد يعني؟
لان ده هو من البرايفسي بتاعته او معايير الامان بتاعته، ان هو ما ينفعش ان انت يكون الفيزا او حساب بنكي مربوط باكتر من حاجه. هو بيشوف ده ان اكتر من حد بيستخدم نفس الفيزا، فصاحب الفيزا او ملك الفيزا يبقى هو متاخد منه الكريدت كارد بتاعته وحد تاني بيشتغل بيه. هو يعرف منين ان انت عندك كذا اكاونت؟ طيب انا عامله كده بالفعل، بس هي ما وقفتش ومفيش اي حاجه حصلت، فممكن التأثير يكون مش كده، التأثير يكون على الاعلانات نفسها. هو لا، ملوش علاقة بتأثير الإعلانات. هو مادام بياخد فلوس أو هو ضامن فلوسه خلاص، ملوش علاقة بقى بياخد منين. بس مع الوقت لو انت شلت الكريدت كارد وحطيتيها تاني بتحصل مشكلة يعني. تمام. بس انت مادام خلاص لما حاطة الفيزا بتاعتك متشيلهاش بقى يعني. طيب انا نفسي بقى، نفسي مرة نعمل بجد سيشن كده عن الفيسبوك ادز. تمام. ان احنا يعني ممكن سي مثلا حضرتك تتكلم عن الاعلانات بتاعت الفيسبوك او اي بلاتفورم يعني، بس الاهم الفيسبوك. تمام. ولو اوريدي حد عامل اعلانات يعرضها معانا هنا، ونشوف مثلا هو مثلا سي نتيجتها وحشة، فنحاول نوصل فين المشكلة، او مثلا الكوست عالية بتاعة الاعلان، مفيش فيدباك كويس او كده، فنحاول ان احنا نشوف الموضوع يعني يبقى كلنا بنتعلم من كيس زي كده. تمام. بص، هو الاصل اصلا في ماركتنج كوميونتي او المقابله دي، احنا اصلا كنا بنتقابل اونلاين، مش عارف انت عارفه الكلام ده ولا سوري بنتقابل اوفلاين، مش عارف انت عارفه الكلام ده ولا لا. عارف ايه؟ بس مش في اسكندرية، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده، حضرتك مش بتيجي اسكندرية خالص. لا، انا جيت مرتين ورحت المنصوره مرتين ورحت كذا بقى مكان. انا ادخل الجروب، فانا لما دخلت حضرتك حتى كنت عامل فوت اخر مرة، بس كانت الاماكن كلها في مصر، مش عارف القاهرة. خلاص يعني نبقى نظبطها واجي اسكندرية تاني، معنى يعني تالت رابع ما عنديش مشكلة. تمام. انا بس برضو مستخدم تاني اوف كمان لاين. المنيا، ايه والمنيا مش المنيا؟ اوف طيب لاين. ظروفها ايه يعني؟ هو المنيا ماشي اوكي، بس الفكرة ان يكون في مجموعة، عشان لما يعني انا اصلا الوقت بالنسبة لي بيكون صعب، فانا عشان مثلا اروح اسكندرية او منوفية او منيا، فبيبقى فيها يومين. انا بالنسبة لي بيبقى الموضوع واخد يومين، فاهم؟ يوم بروح وبخلص وبتاع، وعبال ما برجع وابتدي اظبط دنيتي تاني او شغل تاني، فالموضوع بياخد وقت. فمثلا ما ينفعش اروح على 3 4، فاهمني؟ فعشان كده بيبقى الوضع. احنا بنتقابل مثلا، لما رحت اسكندرية اخر مرة تمام، كنا مثلا كنا خ... كان في 15. نظبطها مع حضرتك، نبعت لحضرتك ونظبطها مع بعض ونشوف خلاص دنيتها ماشي، ايه وشروطها ايه. ما فيش مشكلة ماشي. لو حضرتك تشوف تمام. مثلا تاني طيب، مثلا وفي حلوة فكرة السيستم عيادة؟ تمام. بص، هو بس عشان برضو اختصر الكلام، فلسطين والله انا يعني لو هينفعك قبل اسكندرية انا هاجي يعني يا فاطمة بجد فعلا. بس يعني لينا يوم ان شاء الله يعني وهنيجي. بالنسبة لل بالنسبة اه بالنسبة في الماركتنج كوميونتي، احنا المفروض كنا بنتقابل كل اخر خميس في شهر. بنقعد بنتقابل من الساعة 6، بنقعد مثلا لحد 12 مثلا، ساعات من لحد 9، ساعات لحد 10، على حسب الوقت وما ياخدنا يعني. وبنعمل نفس الفكرة برضو، وهي الأصل أصلا في فكرة ماركت كوميونيتي، إن احنا بنعمل كده، بنقعد مع بعض بنتناقش في موضوع معين، بنتبادل بقى الخبرات والكلام والكتب والمنصات والشغل والفريلانسر وحاجات كتير، وبيطلع منها ديلز، وبيطلع منها ناس بتلاقي شغل، بيطلع منها حاجات كتير مختلفة. بس بعد كده بقى لما تحولنا الموضوع اونلاين، بقى الموضوع محجوم شوية، بقينا ان احنا نتقابل فبنتكلم في موضوع معين، فبيبقى في ناس داخلة مش عندها الباك جراوند او الاكسبيرينس او النوليدج الكبيرة ان هي تخش في المناقشات في الموضوع. فباخد انا نص السيشن مثلا او نص المقابلة بتكلم فيها، وبعد كده بنخش بقى في المناقشات زي ما بيحصل دلوقتي يعني. تمام. يعني تمام. احنا كنت بقول برضو ان احنا احسن برضو زي ما يلا اتفضلي. هتكلم.
طيب هو الفكرة في حاجة، يعني احنا ممكن نكون في سيشن زي دي عادي ونعرض كيس كده مثلا حد بص، شغال هو لو بلاتفورم ونشوف الدنيا ولا؟ عادي، وانا ممكن انا كمان افتح الاكونت عندي واعرض ده، ما عنديش مشكلة. بس هي الفكرة بقى ان احنا برضو في حاجة المفروض ان احنا كل شهر بيكون ليه اوبجكتيف معينة. يعني المفروض الشهر ده شهر 12 اللي فات كنا شغالين على الكونتنت ماركتنج، فكل المقابلات كل المقابلات والارتكلز اللي نزلت كلها على الجروب وكل حاجه كانت شامله الكونتنت. حتى كان في يونت كامله بالكونتنت ماركتنج على الجروب. تمام، الشهر بقى واحد، او بالنسبه لشهر واحد شغالين، كنا شغالين على البلاننج والاستراتيجي، فهتلاقي في يونت كامله بالماركتنج بلاننج بكل تفاصيلها، وكل المقابلات اللي اتقابلناها تقريبا كانت كلها في كل كومه في الاربع مرات خلال شهر واحد كانت برضو بتتكلم في البلاننج. المفروض الشهر الجاي اس اي او، فكل اللي هنتكلم فيه الشهر الجاي، او مش بيبقى الكل، بيبقى الافريج، يعني مثلا بيبقى 80% 70%، بيبقى الغالبيه بنتكلم في موضوع معين عشان الناس يكون عندها نوليدج كامله في حاجه معينه، بحيث الناس تبقى فاهمه خلاص بلاننج، بتبقى بعد كده فاهمه كونتنت اللي بعدها، تبقى خلاص فاهمه الاي سي او، ففيما بعد مثلا على اخر السنه يبقى الناس عندها نوليدج كامله في حاجات متكامله مع بعضها. فالمفروض الشهر الجاي اي سي او، ممكن يكون معاه بقى نخش فيسبوك، نخش حاجه مثلا من جوجل ادورد عشان الدنيا تبقى مترابطه بعضها. بس الموضوع سواء على اللونج تيرن او الشورت، احنا كده كده هيجي يوم وهيبقى في فيسبوك شغال اونلي في سيشنز مختلفه، في كوميونتي مختلفه، على الجروب بشكل كبير، يعني انت فاهمه هيكون ليها موضوعها بشكل محدد. حتى لو احنا شغالين اي سي او والناس اصلا، لان السيشن او كل المقابله بتاعت كل يوم جمعه دي انا ما بحبش اسميها سيشن، بس المقابله بتاعت كل يوم جمعه دي انا مش انا اللي بختار موضوعها، انا بنزل يا جماعه المفروض احنا نتقابل يوم الجمعه زي كل اسبوع نتكلم في ايه، فالناس بتنزل اقتراحاتها في الكومنتس، بعد كده باخد الكومنتس دي احطها في فوت، وبناء على الفوتنج ده بيشتغل الاسبوع، يعني على حسب يعني. تمام، فهمت حضرتك. تمام يا استاذ محمود. طيب كنا عايزين، بس انا بعمل مسابقات وكده على الصفحات اللي انا بمسكها دي، فكنت عايز حاجه اقيس بيها نتيجه المسابقات دي، يعني اللي عمل اكتر كومنت، اللي عمل شير، اللي عمل مش عارف ايه. ففي ادابه مجانيه كده تساعدنا ان احنا نعمل الكلام ده ولا كله؟ اللي عمل اكتر كومنت واكتر شير، حقيقة الحاجات مش اللي هي بتاعت المسابقات يعني. بص، هو انا مش عارف، بس خش على فان بيج كارما، هي بتدي الديتيلز دي كلها. بيج مين لو سمحت؟ اسمها فان بيج كارما. طب من انا بقى جبنا سيرة فان بيج كارما، هو في ويب سايت بيقدر يعمل الاناليسز دي برضو زيها بالظبط، بس يكون حاجة فري، مش حاجة تقعد 15 يوم فري ترايل. فين بيجي كارما بتدي فري، ما لهاش 15 يوم. لا بس لو عملت الداونلود للتشارت والحاجات دي مش كل الاوبشنز بتيجي. بنعمل احنا ايه بقى، بنعمل سيرش عن حاجة اسمها ايميل فيك. تمام، اوكي بتلاقي ويب سايتس بتديكي فيك ايميل كده بيقعد مثلا لمدة يوم، في بيقعد يومين، بيقعد ثلاثة، بس بتاخدي الفيك ميل وبتروحي مدخلاه على فان بيج كارما، تخلصي مصلحتك عليها، وبعد كده خلاص على كده، بعد كده بتاخدي الفيك ميل تاني وكمان زيك بقى، كل ما تعالجي تروحي، والفيك ميلز ملهاش نهاية يعني. طب ده يعني ويب سايت اسمه فيك ايميل ولا اعملي ايه؟ سيرش كده عن اي حاجة عن فيك ميل، هتلاقي ويب سايتس كتير بتدي فيك ميل، هتلاقي بتديكي كده ميل وهمي كده، بتاخدي الميل ده كوبي وتروحي حطها في الفان بيج كارما او التول بقى اللي انت هتشتغل عليه، وبناء عليها بتشتغلي عليها عادي، اول ما بتخلصي بترجعي عادي بتحطيهم بقى اي ميل تاني عادي. حلو، اوكي تمام. اوكي تمام، شكرا. الشات اللي جوجل حضرتك بتعملها هي دي ممكن تفيدنا اكتر في لو اشتغلنا مثلا في الايه؟ شركات مثلا زي فودافون مثلا، او اي شركة عالمية، او اي شركة في مصر حتى، هي دي هتفيدنا كتير صح ولا؟ بس مش عارف هي اللينك اللي بعتته منه ده انا بعت يعني حاجة زي ده كده في فيك ميل جنريتور، بالظبط هو زي ده فين هو ده؟
اوكي بص يا معاذ، الشركات الكبيرة أو الشركات اللي بتشتغل عليها بتاخد، معظم الشركات دلوقتي بتاخد knowledge، انت بتعرف تعمل ايه يا ابن الناس؟ بعرف اعمل 1 2 3، بتعمله ازاي؟ كذا كذا كذا، وبناء عليه بتاخد تيست، نجحت فيه بتخش، ما نجحتش خلاص. انا واحد من الناس لما بعمل انترفيو في الشركات بعمل كده، ما ادي الشهادات خلاص، مش خليها على جنب كده بقى، وتعالى نتكلم بقى. من طريقة كلامك بيبقى معروف انت فعلا فاهم ولا مش فاهم، بتشتغل ولا بتشتغلش، دنيتك فيها ايه، وبتبين يعني تمام. فما تبصش بقى لموضوع الشهادة، انت بص افهم، انت فهمت وعرفت الدنيا ماشية ازاي وعارف تشتغل، خلاص انت ضمنت شغل بشكل كبير جدا جدا. تمام ماشي. اصل كل الناس قاعدين يقولوا لي لو عايز تخش في الماركتينج وكده شهادة جوجل هتفيدك في الشغلات في الشغل وكده، في كل ده ده في الوقت. الجنزبيل بصراحة يعني، سوري يعني من الآخر التعبير، بس ده كله أي كلام يعني. بص أنا أنا زي ما بقولك أهو، بعمل انترفيوز في شركات، في ناس بتبقى واخدة شهادات من أماكن كبيرة في مصر ومعروفة ومشهورة وليها اسمها، ولا أي حاجة، ولا أي اندهاش، ولا يعرفين أي حاجة تمام. في ناس تانية بتبقى عندها البيزكس بس فاهمين، ومع الوقت بيتطوروا. اوكي تمام، انا ما بيبقاش عندي فاهم، وفي كذا حد شغال بنفس الكونسبت وبنفس الطريقة، وشركات كتير شغالة كده. اه طبعا انت بتعرف تعمل ايه؟ بعرف اعمل كذا. انا انما طبعا بقى ايه بتقول ايه يا بقول محمد؟ انا طبعا بأيد كلام استاذ محمود، لان هو فعلا محمود حمد معاك، بقول له طبعا انا بأيد رأيك، لان هو دلوقتي مش بيهتم بالشهادة على قد ما انت فاهم ايه وهتقدم لي ايه، انت جاي ليه، هتعمل لي بس معاك بقى شهادات ايدي مش بتاعتي، ان اه شاء الله اكون بالظبط معاك يعني. انت صاحب انت الشهادات دي، بس انت فعليا بقى هتفيدني بإيه؟ او انت بتعرف تعمل فهو ده ايه بس اللي يعني، هنشتغل عليه يعني. هو ده اللي بس ما الشركة يمنعش بتاخد برضو ان حضرتك تاخد شهادات يعني، ده ما يمنعش ان بالظبط. يكون اكيد معاك ما شهادات يمنعش ان انت برضو. يكون معك شهادة يعني، بس اللي هو بقول لك ان انت ايه، ما تجريش ان انت تحقق ان انت تاخد اعلى معدل من الشهادات. لا انت عايز اقول لك 20% شهادات و80% نوليدج، فانت لازم يكون معاك ده ويكون معاك ده. تمام ماشي. تمام تمام، يا شكرا فيش، استاذ محمود، وشكرا، الله ينور عليك، وان شاء الله نكون مع بعض دايما كده، ودايما تضيف لنا اضافات جميله يعني. ربنا يخليك يا محمود، شكرا والله لك. ربنا يعزك، شكرا لله. حد عنده أي سؤال تاني أو أي حاجة تانية؟ التعريفة عندي عالية جدا، يعني إيه يعني؟ مش فاهم يعني. أعتقد الكوست نفسها، الكوست. الميزانية عنده فهمت فهمت. بيتصرف عليه. بص الميزانية ده بيبقى يا إما حاجة من الاتنين، يا إما أنت داخل في منافسة عالية جدا فأنت بتاخد كوست عالي فبترفع فيه، دي حاجة تانية. يا إما أنت التارجت اودينس بتاعتك مش ظابطها صح، يا إما واخد شريحة كبيرة جدا جدا وعالية تمام، يا إما يا اما انت بتاخد اجزاء من الناس، زي مثلا او بتعمل اخطاء في الاستهداف، زي ان انت بتحط الخريطة على بعضها، او بتحط مثلا ماب على بعضها، زي ان انت مثلا عندك الريت بتاع التارجت اودينس، يا اما جاي في اخر، يا اما واسع جدا يا اما ضيق جدا، يا اما في اكيد حاجة غلط انت بتعملها، او انت بتشتغل على الكوست بشكل الكوست بيد، يا اما بتشتغل حاجه مش متوافقه مع الاندستري اللي انت شغال عليها. فانت حاول تحط البادجت كبيره، وبعد ما تحط البادجت كبيره اتحكم فيها في كل كليك انت هتدفعه بكام تمام، واشتغل على الكوست كام، هيبقى بالنسبه لك افضل عشان تقدر تتحكم في البادجت بتاعتك بشكل كبير. بالنسبة للكورس هينزل او اليوم النهاردة، بص هو اليوم النهاردة اتسجل على تقطيع تلت في تلت في ربع حاجات كده، فانا هحاول ايه اظبطها وينزل على الـ الجروب ان شاء الله، زي المرات اللي فاتت يعني باذن الله. ف يعني هظبطها ان شاء الله. وفي بلان كده ان الدنيا نبقى بعد كده على زوم، بس ربنا ييسر. طيب هو حضرتك دلوقتي بتقول ممكن يكون التارجت كبير او الماب بالاماكن على بعضها والكلام ده، طب لو انا اوريدي كنت بستخدم تارجت قبل كده تمام، تارجت اودينس قبل كده، وكان الكوست بتاعته قليلة
وهو ما فيش اي تغيير. تمام، يبقى انت حد دخل معاكي وحط نفس التارجت اودينس او تارجت او شبيه ليها وحط كوست عالي، فانت دخلت في منافسه عاليه. يعني هو انت مثلا مستهدفه فئات معينه، هو دخل استهدف نفس الفئات بس حط كوست اعلى منك، تمام، فبالتالي المنافسه دخلت في اطار عادي. دي حاجه. حاجه تانيه ان الجزء بتاع ان انا دايما احط نفس التارجت اودينس بشكل دايم وابتدي ان انا التارجت ده اعتمد عليه دايما، فده ما ينفعش. هو التارجت اودينس بتشتغل عليها مره والتانيه، وبعد كده بتبتدي تعملي اديت في التارجت اودينس ده بشكل كبير، تمام، مره بقى على حسب الاستهداف. دي حاجه. حاجه تانيه، وانت بتشتغلوا دايما اشتغلوا على الجزء بتاع البوزيشن للتارجت اودينس. يعني مثلا ما ينفعش ان انا مثلا شغال مع دكتور مثلا اسنان احط نفس الكلام مثلا بتاعه اسنان مش عارف دكتور مش عارف ايه والحاجات اللي دايما بتتحط دي، لازم انا اقعد بقى اغير، يعني اشتغل بطريقه مختلفه. مره ممكن اشتغل على التارجت اودينس انترستد بس، مره اشتغل على التارجت اودينس كجوب وليفلز ولايف ستايل والكلام ده بس، مره ممكن اشتغل على الانترستد والجوب مع بعض والديموغرافيك. يعني لازم اقعد اتست كده لحد ما اوصل. ولا لازم يبقى كل واحد في وقت مختلف عن التاني؟ ايه تاني كده؟ يعني لو انا عملت كذا اعلان مع بعض بكل كل اعلان بتارجت اودينس مختلف زي ما حضرتك بتقول، كل واحد يبقى في وقت مختلف، ولا ممكن اشغلهم مثلا التلاتة مع بعض واقارن بالنتيجة واوقف مثلا اللي مش شغال كويس واكمل، ولا كده ابقى انا دخلت في منافسة مع نفسي؟ لا، هو ما دام انا مغير التارجت اودينس فانا مش بشتغل في منافسه مع نفسي. يعني لو انا شغال في نفس حاجة التارجت، واحدة موجودة مثلا في التارجت اودينس موجودة في اتنين او تلاتة من التلات اعلانات اللي انا شغالهم انا قصدي مش كده كوبي بيست، ايه؟ انا قصدي مش كوبي بيست، يعني انا مثلا ما شغلش نفس ايوه الايه، يعني مش ميبقاش هو ممكن يكون في متغيرات بسيطه بس كده هيبقى في تغير. يعني بس عادي ان انا ممكن اشغلهم في نفس الوقت واقارن بالنتيجة، واللي شغال كويس اكمل واللي بالظبط. مش شغال اوقف. والافضل كان انك تشتغليها كاي بي تيست، ما تشتغليش كل كاد منفرده واد ست واحده، يعني لان هو كده مش هيفهم ان انت بتعملي تيست. انت ممكن تشتغليها اد التيست افضل يعني، اه فاهمك تمام. وبلاش ان انا اعمل تيست بواحد في المية من المبلغ. يعني مثلا لو هعمل اعلان ب 100 جنيه، ما اقولش انا هعمل تيست بربع جنيه. يعني لازم ان يكون في تقارب في موضوع التيست، لان الربع جنيه مش هيديني زي ما هعمل بجنيه، فاهم؟ لان انا بشوف يعني ده، يعني بشوف مثلا الناس المفروض ان هي هتحط البادجت بتاعها تعمل اعلان ب 1000 جنيه مثلا، فبتروح تمام عامله تيست في على الجمهور ده مثلا ب 20 جنيه. طب ما هو اوريدي الكوست مختلف، يعني انت هتعمل تيست بكوست 1000 جنيه، اكيد مش هيديك نفس نتيجة ال 20 جنيه اللي انت حطيتها دي، ولا ال 10 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي انت حطيته. يعني لان بس انا ببقى مظبطه الكونتنت ومظبطه وعامله ديزاين او حاجه كرييتيف، يعني مش حاجه حلو، معموله قبل كده تمام، ممكن يكون مش ومظبطه. لايق مع التارجت اودينس. طب انا عشان اعرف المشكله دي او اشوف المشكله جايه منين في بالظبط، بشوف الافريج كواليتي وبشوف الافريج بيرفورمانس وبشوف الافريج، في 3 افريج عندك، الافريج الكوست لما انا بلاقيها اعلى من 35، تمام، ساعات بيجيب لك ان هي افريج 35، بيبقى انا خلاص واخد متوسطات كويسه. طب لو انا لقيتها مثلا 10% 20%، لا، يبقى انا مش يبقى عندي حاجه غلط، لازم بشوف فين الغلط وبعمله. في تيبل كده موجوده في البرايفسي، او في الجزء بتاع البرايفسي بتاع فيسبوك نفسه، تمام، حاطط فيها تيبل للافريج كلها، والمفروض الكاتب اكزامبلز للاخطاء، او الافريج 10% المفروض تتصرفي ازاي، وافريج 20% تتصرفي ازاي، و95% تتصرفي ازاي. يعني اعملي سيرش في البرايفسي هتلاقيها، هتفيدك جدا في الجزئيه اللي انت بتقولي فيها ان انت كاتبه كونتنت كويس وحاطه بادجت قليله، يعني هتعرفي المشكله فين بالظبط. تمام، مش تمام مش طب هي دي بتكون انا فين؟ عشان مش فاهم، ما اعرفش مكان الافريج دي فين. بص هقولك، انت دلوقتي مش عامل اعلان، تمام، في الجزء بتاع الاد تمام. هتلاقي فيها افريج في التيبل بتاعت او في الكولوم، هتلاقي في حاجه اسمها افريج،
معايا ولا تمام؟ دي في الادز وانت شغال وانت شغال هتلاقيها موجودة، يعني وانت شغال في الادز هتلاقيها جوه الجزء بتاع الاد، هتلاقيها موجودة، هتلاقي فيها كل التفاصيل اللي انت بنتكلم فيها دي او الاجزاء اللي احنا بنتكلم فيها دي، لما هتلاقي فيها كل حاجة، يعني هيقول لك التفاصيل ايه بتاعت كل واحدة فيهم. تمام. تمام. كده حد عنده أي سؤال في أي حتة؟ لا تمام، شكرا محمود، وإن أوكي شاء الله تمام. نتقابل على يوم الجمعة بإذن الله. تمام اوكي بإذن الله يوم بس الجمعة. شكرا، انا بدعم ميادة وان احنا ممكن نعمل سيشن برضو اونلاين على موضوع الفيسبوك ادز. تمام، انا بص اقول لك على حاجة، كده كده زي ما قلت لك يوم الاربعاء الخميس بينزل البوست بتاع احنا المفروض هناخد ايه. تمام، فادعموا بعض في البوست ده. تمام، ولما احنا ينزل كل فيسبوك ايه؟ ادز ومحدش لا خلاص انا هدعمك بقى المره الجايه. يعني انتوا حاولوا